بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم من جديد في قصه جديده وحكايه جديده في احتفال جديد من احتفالات ملوك الصالات. الحقيقه النهارده ملوك الصالات لكره اليد بيلعبوا مباراه في بطوله الدوري العام، المباراه الاخيره في الجوله الاخيره مع نادي الزهور. يمكن المباراه يعني زي ما قلنا قبل كده تحصيل حاصل، النادي الاهلي حصد الدوري نهائيا طبعا من مباراتين يعني حتى من قبل مباراه الزمالك امس، واستطاع طبعا النادي الاهلي يحصد البطوله بتفوق واضح. والنهارده يعني يوم الاحتفال ان شاء الله، النهارده مباراه الزهور بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن ليها طابع خاص، يمكن ان شاء الله احتفاليه كبيره النهارده تتعمل عشان دي خامس بطوله للنادي الاهلي يحصل عليها السنه دي في كره اليد. ما فيش بطوله دخلها النادي الاهلي حتى من غير الدوليين وخسرها، يعني الحقيقه موسم استثنائي، فكان لازم نكون مع النادي الاهلي النهارده الفريق الاول لكره اليد نحتفل بيهم، لان الحقيقه هم يستاهلوا ده والحقيقه شرفونا. يمكن هراجع معاكم سريعا البطولات، بطوله الابطال ابطال الدوري افريقيا بشهر 10 اللي فات، بطوله الدوري العام، بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، بطوله الاتحاد، بطوله الشارقه، كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي السنه دي اخذها، وبطوله السوبر الافريقي طبعا، وفي بطوله الكاس مصر ان شاء الله يوم الخميس القادم قبل النهائي مع نادي هليوبلس هيكون في الاسماعيليه ان شاء الله، واكيد برضه هنغطيه وهنكون معاهم، هكون اخر بطوله ليهم وان شاء الله يحققوا السداسيه او 6 بطولات في الموسم. الحقيقه بتهيألي يعني ما فيش حد سبق النادي الاهلي في هذا الانجاز. بس طبعا قبل ما نروح للماتش ونتكلم عنه ونتكلم على الانجاز طبعا اللي حققه النادي الاهلي، لازم ارحب بضيوفي اللي موجودين في الاستوديو معايا، كابتن محمد عبد الله طبعا احد نجوم النادي الاهلي في كره اليد السابق وكمان مدرب عام منتخب الشباب لكره اليد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن ياسر، منورنا. الله يخليك كابتن ياسر. ان شاء الله نتكلم ونقول يعني الانجاز الكبير اللي اتحقق ده ان شاء الله صحيح. باذن الله تبقى فرحه ان شاء الله كمان جنب البطولات اللي اتحققت، ويبقى في انتظار ان شاء الله الكاس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وارحب بضيف وضيفكم طبعا كابتن سامح لبيب، احد نجوم النادي الاهلي السابق لكره اليد، وطبعا اسم كبير وساهم في حصد بطولات كتيره مع النادي الاهلي. منورنا يا كابتن سامح. ربنا يخليك يا كابتن ياسر، ربنا يخليك ان شاء الله. يعني يمكن حضرتك اول مره تشرفنا في الاستوديو التحليلي، بس بامانه انا ببقى سعيد جدا. ربنا يخليك. انضم لينا نجم كبير زي حضرتك. الله يخليك يا كابتن ياسر، ربنا يخليك. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك ان شاء الله. الحقيقه اروح لكابتن محمد. كابتن محمد، شايف الاول الانجاز اللي حققه كره اليد ازاي؟ وقبل ما نروح طبعا للمباراه، الانجاز اللي بتحققه بخمس بطولات في الموسم شايفه ازاي كابتن؟ والله يمكن دي اول مره تحصل ان النادي الاهلي حقق 5 بطولات في موسم واحد، ودي طبعا انجاز من الانجازات بتاع اللي فيها مجلس الاداره، يعني قدر يقف برده جنب الفريق ان هم يساعدهم ويخليهم ما يفكروش غير في البطولات بس وفي الملعب بس. اه بالظبط. وطبعا مع كابتن عاصم بقى وكابتن عاصم السعداني موجود، فدي طبعا دي حاجه كويسه طبعا ان يبقى في عالمين يعني من عالم كره اليد، كابتن عاصم محمد وكابتن عاصم السعداني. فان شاء الله يعني تكلل الجهود بالخير ان شاء الله الفتره اللي جايه، الكاس ان شاء الله اللي جاي باذن الله. كابتن، طب مباراه النهارده شايفها ازاي؟ يعني برضو بتهيألي فرق المستوى واضح، احنا كنا قابلنا يمكن نادي الزهور في دور الثمانيه لكاس مصر وانتهى اللقاء 40-28، المستوى واضح. بس النهارده بيغيب 8 لاعبين طبعا. كابتن عاصم حماد بيكمل سياسته اللي ابتداها امبارح انه بيريح 8 لاعبين من قوه ضربه للفريق عشان مباراه الكاس، شايف المباراه النهارده ازاي؟ والله انا مع الكابتن عاصم في الخطوه اللي هو بالفكر اللي هو بيفكر بيه، يعني لان اي واحد في مكانه هيحاول ان هو يساعد لعيبته ويعيد استشفاء لعيبته خصوصا بعد البطوله الافريقيه. وعلى فكره يا كابتن، اللقطات اللي بنشوفها دي، انا اسف لمقاطعه حضرتك، اللقطات دي من احد التدريبات النادي الاهلي المسجله طبعا، لحظات واكيد هنروح للملعب وهنشوف الاحماء والكلام ده كله، ولكن دي لقطات مسجله لتدريب سابق. حتى لو خدنا بالنا نلاقي كابتن عاصم لابس لبس الشتاء، يعني التمرينه دي قديمه. أيوة. ولكن طبعا بنحب نقعد نعرض لحضراتكم حاجات حصريه طبعا على قناه الاهلي. اتفضل يا كابتن. فهي كان بالنسبه للفكره بتاع الكابتن عاصم طبعا ما حدش يختلف عليه، لاني انا عندي لعيبه شاركوا في البطولات اللي فاتت ومفروض يعني خدوا وقت كبير قوي في الملعب، ففي لعيبه كمان في نفس الوقت ما خدتش الفرصه الكامله ان هي تقدر تعبر عن نفسها في خلال المباريات بتاعت الموسم. فاللي بيقدر يعمله كابتن عاصم دلوقتي ان هو بيقدر يشوف الناس ديت، خصوصا ان الموسم بينتهي
وان هو يقدر يحدد بعد كده القائمه اللي تفضل معاه السنه الجايه، وخصوصا ان في اربع لاعبين من المنتخب 96 المفروض بيبقوا ضمن القائمه بتاعه الدرجه الاولى. حضرتك هم في المنتخب؟ اه موجودين معايا في المنتخب، فبيبقوا المفروض مع القائمه بتاعه الدرجه الاولى. فطبعا دولت هياخدوا مساحه من الاسماء او من الارقام اللائحه من القائمه الاخيره يعني هتشارك ان شاء الله. فطبعا هو بيبقى عايز يشوف برضو الناس كلها بحيث ان هو يبدي رايه في مين اللي ممكن يقعد ومين اللي ما يقعدش كده يعني. هو المسؤول الاول والاخير عن الفرقه وقراره يحترم، ولازم رجل يعني حقق انجاز كبير زي ده ولازم طبعا بالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش. طبعا في لعيبه مثلا ما شاركتش امبارح في ماتش الزمالك، 8 لعيبه حوالي 8 لعيبه، اسلام حسن كلهم قوه ضربه يعني للفريق طبعا. فايز نعيم مع ذلك كمان هو كابتن عاصم ادى فرصه لناس من بتوع 96 ان هو يشاركوا في المباراه، كانت مهمه جدا، وظهر منهم برده ناس بمستوى كويس مباشر ان شاء الله، ويبقوا اضافه لزمايلهم اللي هم ما لعبوش امبارح ان شاء الله. طبعا اكيد وكل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد. كابتن سامح شايف الانجاز ازاي؟ وحضرتك كنت متابعه طبعا لحظه بلحظه، انجاز كبير بيحققوه، شايف ده ازاي؟ والله كابتن سامح انا محدش يقدر ينكر ان اللي اتعمل في الفتره دي بيعتبر حاجه يعني طبعا دي منظومه كامله تشكل عليها النادي الاهلي من حيث كابتن عاصم وكابتن عاصم السعداني مدير نشاط رياضي واداره النادي اللي مدعمه. وبعدين بعد كده نرجع لاصرار اللاعبين، احنا كان باين من اول الموسم ان لعيبه النادي الاهلي عايزه تعمل حاجه السنه دي، صحيح، فده كان باين قوي ان اللعيبه عايزه تحقق. فطبعا اللي اتعمل ده حاجه يعني ما حصلتش مع النادي الاهلي قبل كده، بالذات ماتش السوبر، ان دي حاجه ما دخلتش النادي الاهلي قبل كده. ومن شهر 10 اللي فات ان بطوله افريقيا لابطال الدوري وبعدين ابطال الكؤوس، فدي حاجه بصراحه يشكر عليها اداره النادي الاهلي عامه وكابتن عاصم والجهاز المعاون ليه. صحيح. طب كابتن مباراه النهارده حضرتك شايف مباراه الاهلي والظهور، يمكن اخر لقاء كان في دور الثمانيه وانتهى 40-11، ولكن كان ساعتها النادي الاهلي بيلعب كل الفرقه طبعا، ما كانش بيريح حد كابتن عاصم. النهارده اكيد كابتن عاصم بيكمل اللي بداه امبارح بان هو بيريح 8 لاعبين بيمثلوا قوه ضربه طبعا، الفريق كله على مستوى عالي، ولكن طبعا بيريح 8 لاعبين. شايف المباراه النهارده ممكن تبقى شكلها ازاي؟ بص يا كابتن عاصم، احنا نقدر نقول ان من شهر 10 اللي فات وان فرقه النادي الاهلي ما ريحتش، فطبعا الكابتن عاصم من الفتره بتاعه بطوله افريقيا كان الحمل وصل لاعلى، فطبعا الفتره دي لازم هينزل الحمل عشان هو داخل على بطوله الكاس، وهو طبعا واحنا معاه بنتمنى ان هو يحقق بطوله الكاس عشان يكمل طبعا. ومعلش يا كابتن بقطع حضرتك، دي لقطات من الملعب حقيقه، كاميرا النادي الاهلي طبعا لسه الفريقين في غرف لبس، يمكن اللي راح صاله النادي الاهلي عارف ان الكاميرا عكس طبعا غرف اللبس، فهم اللعيبه هينزلوا من غرف اللبس وهينزلوا على الملعب، واكيد هنتابع ده مباشر يعني عبر قناه النادي الاهلي. اتفضل كابتن. هو طبعا زي ما قلنا ان كابتن عاصم بينزل بالحمل عشان يقدر ان عنده بطوله الكاس عايز ان شاء الله يحققها، وبيريح بعض اللعيبه طبعا اللي هي كملت معاه الفتره دي كلها. انا بقول لك من شهر 10 لغايه دلوقتي ان اللعيبه ما ريحتش، فطبعا احنا الفتره دي الماتش دوت ما هواش فارق معاه في حاجه، وفي نفس الوقت مش فارق مع الظهور لان الظهور بيلعب في المجموعه اللي تحت. صحيح. فالماتش ما هوش فارق يعني، فكابتن عاصم هيضطر ان هو يجرب اللعيبه اللي عنده عشان يبتدي يقيم اللعيبه في نهايه الموسم مين اللي هيقعد معاه ومين اللي مش هيقعد معاه. الحقيقه برده يعني كابتن محمد عبد الله قال برده حته كويسه جدا، ان هو فرصه يجرب اللاعبين. احنا دلوقتي اطمنت خلاص على بطوله الدوري العام، كابتن عاصم بيطمن بيشوف اللعيبه اللي ممكن طالعين صاعدين من تحت. يعني كابتن محمد لفت نظرنا لحاجه مهمه، ان في اربع لاعبين طالعين منهم اثنين حارس مرمى محمد عصام امبارح تقريبا، صح يا كابتن محمد عصام؟ كان مكسب مكاسب الفريق امبارح يعني. برضو النقطه دي، طب ما فيش وقت يجرب خلاص، الكاس مش هينفع يجرب فيه حد اليومين دول او الماتش امبارح والنهارده بيجرب فيه حد، فبالتالي دي برضو نقطه ايجابيه يا كابتن. هي دي نقطه ايجابيه طبعا للكابتن عاصم، ودي فرصه ليه ان هو يشوف اللعيبه اللي هتقدر تستمر واللعيبه اللي مش هتقدر تستمر عشان يقدر يحدد موقفه، لان احنا خلاص هو عنده هنبتدي خلاص يعني الفتره دي بعد ما يخلص الكاس هيبقى مفيش فتره قليله، هو شهرين وهيبتدي الدوري تاني. صحيح. فاهم ازاي؟ فهو لازم يحدد من دلوقتي هو مين اللي معاه ومين اللي مش معاه. خلي بالك يمكن مش هياخد راحه كمان يا كابتن، ده في بطوله العالم للانديه بتهيألي هتلعب قبل الدوري ولا بتتلعب؟ بتتلعب في شهر 8 ان شاء الله. شهر 8 يعني يعني هو الراجل مفيش ده، ممكن يمكن اسبوعين ثلاثه هيلحم مع بعض. هيلحم معاه، فطبعا ده تفكير سليم. انا ليه بقول كده؟ لان هو يعني هو كابتن عاصم هو المسؤول الاول، وراحه اللاعبين او عدم راحتهم ده هي هو شايف، هو اللي في الملعب احنا مش معاه. وفي المقابل في انجاز كبير بيتحقق، يبقى احنا لازم ندعم
اي قرار بيتاخد. اه طبعا احنا طبعا معايا مع كابتن عاصم، وبدليل على كده ان الفتره اللي فاتت الانجازات اللي حققها دي زي ما قلت لك قبل كده ان هي ما اتحققتش قبل كده. صحيح. فاكيد هو ماشي على الطريق الصح يعني. صحيح. طب بس انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، يعني الكلمه دي او يعني الكلام اللي هوجهه ده لجمهور النادي الاهلي. طبعا اي جمهور في الدنيا بيحب دايما يشوف فرقته بتكسب، ده ما فيهاش كلام، وطبعا احنا اول الناس بنفكر كده، بس اللي شايل المسؤوليه واللي شايل الحمل بيبقى شايف حاجه تانية، بيبقى شايف عشان يوصل بانجاز كبير زي ده بيبقى شايف امور تانية. انا بطلب بس من جمهور النادي الاهلي انه يدعم اي قرار بيتاخد من ناحيه المديرين الفنيين، حتى لا قدر الله لو فرقه لم توفق لازم يكون في دعم، لان صدقوني كل المنظومه بتشتغل عشان تساعدكم، فلازم على الاقل في الوقت اللي بيبقى فيه اداء مش كويس. انا ليه بقول الكلام ده؟ يمكن الناس شويه بتهاجم فريق السله، يعني انا يمكن بخرج شويه عن اليد، ولكن الناس بتهاجم فريق السله، الناس مش عارفه الاصابات او الناس متابعه شايفه الاصابات، حجم الاصابات اللي في الفرقه. صليبي كابتن مؤمن ابو العينين، محمد ابو النصر قطع في رباط الانكل وجبس 3 شهور، لعيبه كتير جدا مصابه ومؤثرين جدا في الفرقه، فطبعا لازم يكون في دعم. لما يكون مهاجمه من جمهور تاني او جمهور ما بيشجعش النادي الاهلي ده بيبقى وضع طبيعي، وفي كل حته في الدنيا، لكن الطبيعي ان انت كجمهور النادي الاهلي لازم تأيد فرقتك وتتابعها كسبانه او خسرانه، لان صدقني مفيش حد عايز يخسر، يعني جوه النادي الاهلي الناس بتلعب او كل حد بيلعب على المركز الاول، فلازم انا كجمهور اكون سبورت لفرقتي لاقصى وابعد الحدود، لان مفيش حد عايز يخسر، كل الناس عايزه تكسب، فلازم انا اكون واقف جنب فرقتي بشجعها خسرانه كسبانه، لان صدقني مفيش حد، ده جمهور النادي الاهلي كلامي ده لجمهور النادي الاهلي، مفيش حد جوه النادي الاهلي عايز يخسر. يعني يا كابتن محمد يعني النقطه دي مهمه جدا، يعني يمكن انا بوجه للجمهور. والله يا كابتن عيسام انت ذكرت حاجه كويسه طبعا، ان تلفت نظر الناس بالنسبه لفريق الباسكت، لان فريق الباسكت من الفرق فعلا اللي ليها شكل السنه دي كويس قوي، خصوصا ان هم كسبوا افريقيا، ويمكن الاهلي ما خدش افريقيا دي عمره كله، ما من قبل كده يعني ما خدش افريقيا خالص، وكان بعيد عن الدوري يمكن 3 4 سنين فاتوا. صحيح. كان بعيد، والدوري السنه اللي فاتت ودوري المنتخب السنه دي. الحاجه المهمه ان انا كمدير فني ان انا ممكن اخسر بطوله او اخسر موسم، بس ابني جيل لخمس سنين. صحيح. قدام. صحيح. وده المفروض الناس اللي هي مثلا بتفكر لمستقبل بتفكر بالمنطق دوت. اكيد اكيد. فكون ان فريق الباسكت يخسر بطوله ده مش نهايه المطاف. بالزبط. اهم حاجه احنا بنينا ايه وعملنا ايه ومشينا على ايه، بحيث ان احنا ما نخرجش بره اللاين اللي احنا. بالظبط. واكيد يعني هيتعرف طبعا اسباب الخساره ايه، واكيد لو في حاجه النادي الاهلي يقدر يدعم بيها اكيد بدون شك هيلعب اكيد فيها. مفيش شك. مفيش فرقه يا كابتن هيثم مش محتاجه تدعيم. صحيح. كل موسم المفروض ادعم. صحيح. طالما انا راجل بحافظ على البطولات يبقى المفروض كل موسم بدعم واشوف الثغرات اللي عندي ايه علشان اظبط بيها فرقتي. صحيح. ده المفروض يحصل. على المهم نرجع برضو لكره اليد، يمكن انا بس دخلت في الموضوع ده لان هو يعني عارف ان البرنامج الحمد لله اليد زي الباسكت زي الكولي احنا بنتكلم ملوك الصالات، بنتكلم طبعا على كل يعني الالعاب. الحقيقه يعني ارجع لكره اليد، يمكن هسبق الاحداث شويه يا كابتن، ماتش الكاس او ماتشات الكاس قبل النهائي مع هليوبلس. مع هليوبلس يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى خميس وجمعه. خميس وجمعه. قبل النهائي ونهائي. هليوبلس فرقه كويسه، فرقه محترمه، كابتن محمد الالف مدير فني. بالظبط. احد ابناء النادي الاهلي وكان ضيفنا فقره من الفقرات، وماتشات ما بتبقاش سهله. شايف ده ازاي؟ والله هو مش اول مره الاهلي يلعب مع هليوبلس في الكاس، يعني يمكن ماتشات الاهلي وهليوبلس في الكاس بالذات بتتسم بالقوه. والاثاره حتى لحد اخر دقيقه في المباراه. صحيح. في حاجه ان فرقه هليوبلس يعني يعتبر من الفرق اللي هي ترتيبها مثلا الرابع في الدوري او الخامس او حاجه زي كده. كون ان انا بلعب مباراه كاس، اي مباراه كاس يعتبر مباراه بطوله يا كابتن هيثم. فانا كون ان انا اعدي دور بتديني امل ان انا ممكن احقق حاجه في بطوله الكاس. بيلعب قبل النهائي طبعا. لكن الدوري انت عارف حضرتك ان احنا بنلعب دورين، دور رايح ودور جاي، فممكن اخسر ماتش عويد. لكن الماتش دوت ممكن اعوضه، لكن الكاس ما فيهوش تعويض. ما فيهوش تعويض، اكيد هليوبلس نازل وحق مشروع انه يكسب. بالظبط. فهو هيبقى عندهم حته يمكن غيره شويه ان هم عايزين يحاولوا ان هم يعملوا مباراه كويسه قدام الاهلي، وعارفين ان طبعا قبل النهائي وصلوا من نهائي، فكون ان هم ياخدوا مركز اول او تاني دي حاجه كويسه بالنسبه حق مشروع. ودي لقطات من الملعب برضو، يمكن لاعبتنا بدات تنزل الملعب وبداوا مرحله الاحماء، وبعديها ان شاء الله هيبتدي اكيد نادي الزهور ينزل وتبتدي ان شاء الله فتره الاحماء للفرقتين. يعني يا كابتن برضو ارجع واقول ان هو يعني بتهيألي موسم لما بيلحم في موسم بتبقى
يعني الموضوع صعب جدا على المدير الفني. بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى موسم شاق جدا، خصوصا ان هم بعد البطوله دي بتاعت الدوري وماتشات الكاس اللي هي خميس وجمعه، انت وصلت لاقصى حمل بعد بطوله افريقيا والسوبر وافريقيا ومرورا بالدوري والكاس، وبعد كده هتبدا تنظم لمعسكر بقى عشان بطوله العالم. يعني الموسم يخلص 15/5، انت عندك في شهر 8 يعني بعديها بثلاث شهور تقريبا. متهيألي يعني ممكن الكابتن عاصم يديهم مثلا راحه اجباريه سلبيه مثلا 10 ايام وبعد كده يبدا معاهم الاعداد بتاع بطوله العالم. اكيد طبعا اكيد. فطبعا بطوله العالم مطلوب ان انت تظهر بالمظهر المشرف جدا وان انت تنافس، خصوصا ان انت هتلاعب بطل اوروبا في الافتتاح. صحيح. فكون ان انت تكسب دي طبعا هتعديك مرحله أكيد كبيره. اكيد انا بتمنى. فهتخش ان شاء الله من الادوار الاولى، ممكن تلعب على اول وتاني. احنا ان شاء الله يبقى خسرت ممكن تلعب على ثالث ورابع. فان شاء الله باذن الله تكون حاجه كويسه بالمعسكر اللي يتعمل والاعداد اللي يتعمل. دعم كمان هيجي للفريق طبعا. ان شاء الله الرهبه بتاعه بطل اوروبا والحاجات ديت ممكن تشجع ان شاء الله. يعني اغلب لعيبتنا احنا عندنا لعيبه كويسه ان شاء الله. اكيد. كابتن سامح، يعني يمكن حضرتك كنت من الجيل الذهبي اللي حقق بطولات كتير طبعا للنادي الاهلي وانجازات كبير، يعني حضرتك شايف ان يعني يمكن الجيل ده محظوظ شويه، او الجيل اللي بيلعب في النادي الاهلي دلوقتي او اللي موجود دلوقتي على النادي الاهلي محظوظ شويه، ان هو يمكن حته ان في دعم من النادي، في متابعه اعلاميه لانجازاته، شايف ان ده يعني يمكن مكبر كمان الحدث الضخم اللي عمله الفريق السنه دي ولا لا؟ هو طبعا هيثم زي ما قلت لك قبل كده ان النجاح لازم يبقى فيه منظومه، ما ينفعش نجاح ان انا مثلا كمدرب بس او انا كلعيبه بس، لازم المنظومه كلها تبقى مكتمله عشان كده يبقى فيه نجاح. فزي ما احنا شايفين في فرقه النادي الاهلي، اول حاجه ان اللعيبه كلها حابه بعض، ثاني حاجه ان هم مصرين ان هم عايزين يكسبوا، ان هم لازم يكسبوا. كابتن عاصم في كيمياء مع اللعيبه، دي حاجه برده يعني من مميزات نجاح الفرقه، ان في كيمياء مع اللعيبه مع بعض، ان هم يعني فاهم قريبين من بعض. زائد اداره النادي، زائد مروان هشام، زائد كابتن عاصم السعداني، كل دي منظومه منجحه النادي الاهلي السنه دي، وده اللي احنا شايفينه في نتائجه السنه دي. طب يا كابتن، شايف يعني اكتر البطولات اللي حصل يعني دخل فيها النادي الاهلي السنه دي ككره اليد في الخمس ست بطولات كانت اصعبهم ايه؟ والله انا شايف ان اصعب حاجه ان هو ان ماتش السوبر، يعني احنا يعني ايا كان النتيجه اللي احنا شفناها، واحنا ما كناش متوقعين طبعا النتيجه دي، بس احنا شايفين ان ماتش السوبر دوت كان هو اصعب حاجه، لان ما اتحققش في النادي الاهلي قبل كده، فكان هدف ان احنا لازم نوصل له. والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا ماتش السوبر. وبتالي بطوله الابطال برده اللي كانت في بوركينا فاسو، يعني يمكن كان برده فريق الترجي في النهائي، كان مباراه يمكن صعبه شويه، حتى والفريق مسافر ما كانش حد متوقع كمان انه يقدر ياخد البطوله كده. والله برضو دي نقطه برضو يا هاسم انت بتقول عليها، بس انا زي ما قلت لك احنا باين من اول الدوري ان في اصرار على اللعيبه ان هم لازم يحققوا حاجه السنه دي. صحيح. فده كان باين في مشوارهم من اول شهر 10 اللي هي البطوله اللي في اكتوبر لغايه ما خلصوا في بطوله السوبر وبطوله ابطال الكؤوس في المغرب. طب شايف ماتش هيريوبلس اللي جاي في كاس يا كابتن الخميس؟ انا بص، ماتش هليوبلس برضو احنا ايه يعني، هو هليوبلس من الفرق اللي بتلعب في 8 اللي تحت احتمال كبير، فهليوبلس من نوعيات الفرق اللي هي ما بتحبش تطلع من الموسم لما تكون محققه حاجه، ودي حته عند كابتن الفي وحته عند لعيبه هليوبلس، لان انا ضربت في هليوبلس وعارف اللعيبه ديت بيبقى عندهم اصرار ان هم يطلعوا في الموسم لازم يبقوا محققين حاجه. فماتش الاهلي هيبقى صعب، لان احنا برضو شايفين ان فرقه الاهلي راجعه من بطوله محققه انجاز، فممكن الكيرف يكون نازل، ودي طبعا كابتن عاصم اكيد ان هو مراعي الحته ديت، هيعرف يعلم الحمل امتى. فالماتش ما هوش سهل، الماتش هيبقى صعب وماتش في الملعب. طب هو الناحيه الثانيه من قبل النهائي مين يا كابتن؟ سبورتنج وسموحه. سبورتنج وسموحه. بترجح مين ممكن الناحيه الثانيه يكسب؟ ولا ماتش برضه في الملعب؟ هو ماتش في الملعب، بس انا برجح دلوقتي فرقه لان هو ديربي اسكندريه. ملوش مقاييس. خصوصا ماتشات الديربي بتاع اسكندريه دي ملهاش مقاييس. ملهاش مقاييس. وسموحه كمان محقق بتهيألي عامل فرقه كويسه. سموحه فرقه كويسه جدا، والسبورتنج عامل مباريات كويسه جدا خصوصا في الدور الثاني كمان. سبورتنج خرج الزمالك من الكاس. وكان مباراه سبورتنج والزمالك كانت في صاله نادي الزمالك، وحتى سبورتنج قدر يعني يخرج نادي الزمالك من الكاس، وبتهيألي هيبقى عنده الرغبه وعنده العزيمه ان هو راجل خرج يعني فرقه كبيره، فهيقول لك لا انا من حقي اوصل فاينل كمان. هو بص يا كابتن هيثم، طالما اربع فرق اللي وصلوا السيمي فاينل فكلهم لهم امل ان هم بيلعبوا على ان هم يلعبوا فاينل. صحيح. فطبعا صحيح. كل الفرق هتحاول على قد ما تقدر انها تلعب فاينل. صحيح. وكمان برضه اسكندريه بامانه يا كابتن بتشهد طفره بصراحه في الرياضه، يعني بقى لهم فتره، يمكن دخول نادي سموحه
على الساحه بقوه، وانه بنى فرق في جسرات في الاتصالات جامده سواء سله طايره يد، وفي نفس الكلام برضو سبورتنج، وكمان السنه دي في بامانه في الباسكت في يعني فريق الجياد طلع ممتاز كره السله، في عندنا تقريبا فريق استهيأ لي سان مارك او حاجه زي كده برضو طلع فاينل يعني هم او طلع ممتاز. اسكندريه فيها طفره بامانه يعني في الالعاب الجماعيه وبالذات كره اليد كمان عامله طفره، شايف ده ازاي؟ ده صالح الرياضه المصريه ولا لا؟ هو طبعا بص احنا طول عمرنا ان اسكندريه كان سموحه وسبورتنج كان معاهم الاولمبي في الاندبول والاتحاد كمان الاتحاد في الباسكت. السنه دي عندك ثلاث اربع فئه زي ما انت قلت، فده دليل ان هم المستوى بيعلى وان هم عايزين الرياضه عندهم تعلى، وفي كذا لعبه مش في اليد ولا الباسكت بس. لا باين باين الحمد لله يعني ان يبقى في منافسه القاهره واسكندريه يبقى في منافسه يعني يمكن كان معايا قبل ماتش الاولمبي اللي كان في الجوله اللي فاتت في الدوري قبل ما الاسبوع اللي فات، كان حتى الفريق عامل حساب لهذه المباراه، وعلى فكره دي لقطات من ماتش سبورتنج قبل كده او كان النادي الاهلي بيلعبها برضو، ولكن انا قصدي اقول ان سبورتنج يعني كان او الاولمبي بالذات الجهاز الفني اتكلم عن الفرقه بشكل كويس جدا. اللقطات دي مش عارف، طب احنا نتاكد اللقطات دي من جوه الملعب يا جماعه، اللقطات دي طب يا ريت بس يا جماعه نتاكد الاول بس قبل ما تبلغوني حاجه، يعني ده دلوقتي احنا ده تدريب برضو من ارشيف للنادي الاهلي، فبقول لحضرتك يعني الاولمبي كفرقه محترمه جدا يعني ككره اليد، حتى الجهاز الفني كان محترم جدا الماتش اللي فات معاهم. لا هو الاولمبي طبعا ما حدش ينكر ده الاولمبي تاريخ، يعني الاولمبي في كره اليد برضو كانت من الفرقه القويه اللي بتنافس الاهلي وبتنافس الزمالك وكانت على طول في المربع. احنا ما نقدرش ننكر ان فرقه الاولمبي فرقه تقيله يعني. طب انت شايف يا كابتن امتى يرجع لنا يعني جيل تاني لكره اليد يقدر يحقق انجاز اللي حققناه في التسعينات او اخر التسعينات؟ شايف كده ده ممكن يحصل ازاي؟ والله بص يا كابتن هيثم انا عايز اقول لك ان هي تبقى برضه زي ما احنا بنتكلم مفيش حاجه بتتحقق فردي. فلازم احنا المنظومه كلها لازم تبقى عايزه تعمل حاجه، يعني منظومه من الاتحاد مع الانديه مع المدربين مع لعيبه، لازم كلنا نبقى عندنا هدف ان احنا عايزين نحقق حاجه عشان نقدر نوصل. صحيح. يعني الجيل اللي هو حقق دوت كان الدكتور حسن كان واقف وراه، الجيل ده كان على طول كان في يعني على طول بره وعلى طول بيلعب وعلى طول بينافس ومعسكرات، عشان كده الجيل ده حقق. صحيح. وهي الرياضه دلوقتي ماديات. صحيح. يعني احنا في فلوس هنحقق، مفيش فلوس ودعمنا. صحيح. مش هنحقق. صحيح، محتاجه فعلا دعم، يمكن هو الوضع الاقتصادي شويه للدوله، بس احنا قادرين يعني احنا عندنا لعيبه دلوقتي محترفين اكتر من الاول يا كابتن، يعني عندنا زين بره، في لعيبه كتير حتى اللعيبه اللي بتخرج وبترجع. ممدوح هاشم. ممدوح هاشم. مين كمان كان معانا؟ كان اسلام حسن بره، كان مين؟ كان سند. سند كان المفروض بيلعب بره. احمد الاحمر كان بره كمان. احمد الاحمر كان بره. يعني وكان في مجموعه برده كانوا بيشاركوا في المنتخب ساعتها، حسن يسري كان برده كان يعتبر بيلعب من اللاعبين اللي كانوا محترفين. فهي القصه برده مرتبطه بالامكانيات. امكانيات الحاليه بتاعت البلد على مستوى كل الدولار والمنظومه. فانت بتحاول ان انت بتتماشى مع الظروف بتاعت البلد. طب يا كابتن شايف يعني برده الفريق اليد النادي الاهلي محتاج يعني الموسم الجاي محتاج دعم شكله ازاي؟ هل مثلا شايف في مراكز محتاجه دعم؟ شايف لا اللعيبه اللي طالعه انت كوجهه نظرك كمتابع؟ والله إزاي؟ انا اللي انا شايفه طبعا ان كقوام فرقه يعتبر المراكز يعتبر كويسه يعني، وفي وفره في اللاعبين، في وفره في اللاعبين في المراكز. بس ده طبعا ما يمنعش ان طبعا لازم هيخش برده السنه الجايه ممكن عنصر او اتنين من غير الموجودين حاليا، ممكن عنصر او اتنين برضو يمشوا بعيد عن الفرقه. سمعت ان احنا الدرع قريب جدا ان يجي برضو ان الله اعلم لسه ما فيش. طبعا لسه الموسم شغال يعني. طبعا بس هي الفكره ممكن لو في تفاوضات او بتاع مع يحيى ممكن تبقى بعد الموسم ما يخلص الموسم. وهي كمان يعني الوفره في اللاعبين عندك في كل مركز اثنين وثلاثه لاعبين في كل مركز، حتى ما شاء الله في وفره في فريق النادي الاهلي، وفي مراكز تقدر تعتمد عليها ان يمكن هم يعتبر بيشكلوا اكتر من نص لعيبه المنتخب يعني. صحيح صحيح. طب اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطيتنا الخاصه للاحتفال طبعا بفريق كره اليد تتويج وبطل الدوري، وخلال او هيكون بعد مباراته النهارده مع نادي الزهور. المباراه طبعا زي ما احنا عارفين الدوري حسم، ولكن بعد الفاصل استنونا عشان نتابع هذه التغطيه المستمره. شكرا جزيلا.
الحقيقه دي لقطات حيه من ارض الملعب لاحماء اللاعبين. خلي بالكم اللاعبين دي كانت موجوده امبارح في الاسماعيليه بتلعب مباراه، ورجعوا في اقل من 24 ساعه بيوتهم ومحتاجين كمان يلعبوا ماتش النهارده. بس انا عايز احطكم في حجم الاجهاد اللي بتعرض ليه اللاعبين، والكلام ده كان بيكرر باستمرار كل اسبوع، بالاضافه لو في مباريات كاس، لو في مباريات بطولات خارج يعني مصر. الحقيقه الفريق ده تعرض لمجهود كبير وموسم طويل، يعني بنهنيهم على يعني قدرتهم على، يمكن دي لقطات من مباراه امبارح اللي كانت في الاسماعيليه، خلصوا ورجعوا مجهود طبعا. اللعيب حتى بيرجع ينام متاخر، مطالب منه يلعب ماتش النهارده، فطبعا كان لازم من كابتن عاصم بصراحه انه يريح اللاعبين، وده قرار سليم 100% ان اللاعبين حتى لسلامه اللاعب نفسه انه ما يقدرش يتعرض لهذا الاجهاد، لان ما فيش لعيب في الدنيا يقدر يتحمل يعني هذا الاجهاد. احنا الحقيقه كمان لحظات هيبقى معانا تشكيل الفريقين، فريق النادي الاهلي وفريق الظهور، وهنعرضه على حضراتكم، وهنشوف طبعا برضو كابتن عاصم مين اللي هيشترك النهارده ومين مش هيشترك. كابتن محمد، حضرتك تابعت مباراه الاهلي والزمالك امبارح ولا لا؟ تابعتها طبعا واتفرجت عليها، وشفت ان في ناس كابتن عاصم مريحها على اساس ان طبعا زي ما حضرتك قلت عندهم اجهاد من الماتشات اللي فاتت والبطولات اللي فاتت. اللي عايز اوصله برضو ان ممكن الاجهاد بتاع اللاعبين ممكن يوصل اللعيب لاصابه، فممكن افقده في مباراه الكاس المهمه. صحيح. فانا من رايي زي كابتن عاصم كده ما عمل، فعلا انا لو مكانه هعمل نفس اللي هو عمله، اقدر ان انا اوفر اللعيبه بتاعتي للمباراه المهمه اللي اقدر اكسب بيها بطوله، احسن ما اللعيب يتصاب في مباراه. والحقيقه كابتن امبارح برضه يعني شبه مضمون بالظبط. والحقيقه امبارح محمد عصام حارس المرمى مواليد 96 اللي لعب امبارح بشكل اساسي مع الفرقه، يمكن هو محمد عصام يمكن من الخامات الكويسه جدا في منتخب الشباب، ومعاه عبد الرحمن عبده، وكان في عبد الرحمن احمد، وفي عبد الحميد سيد، وهم دولت اللي كانوا موجودين مع الفرق امبارح، بحيث ان هم كانوا ممكن كابتن عاصم يشرك اكبر عدد منهم، وفي نفس الوقت يديهم فرصه على اساس ان هو برضه يحكم عليهم. محمد هيلعب معاك كاس عالم اللي جاي ده يا كابتن مش كده؟ المفروض ان شاء الله في شهر 7 باذن الله. يعني من ضمن الفريق ان شاء الله طبعا التصفيات والنهايات، والتصفيه النهائيه للاعبين دي مطروح للجهاز الفني، بس هو معاك في المعسكر. في قائمه اخيره مثلا بتبقى موجوده مع الجهاز الفني، فبيبدا مثلا من خلال 25 لعيب بيبدا يصفيهم في اخر اسبوعين او اخر اسبوع. يعني امبارح محمد وصل يعني صد حوالي 16 كره مباشره او 17 كره مباشره في ماتش زي ده. لا بصراحه يعني امبارح كان احد النقط الايجابيه في مباراه. هو يمكن كبدايه ان هو يلعب مباراه كامله. صحيح. دي حاجه كويسه ليه. ممكن اللعيب في السن دوت على اساس ان هو عايز يثبت نفسه في اول مباراه ليه رسميه مع الدرجه الاولى، ممكن كان عليه ضغوط. هو ممكن يكون نجح في حته ان هو يظهر مستواه، ممكن بالشكل مش بالشكل المناسب 100%، يعني اكيد طبعا اللعيب مش هيعمل كل حاجه في المباراه طبعا، بس بدايه لكن كويس. كبدايه موفقه ان شاء الله لمحمد عصام، وممكن مستواه في ممكن يعلى في الفترات اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن سامح، يعني حضرتك شايف امبارح برده من النقط الايجابيه في لعيبه زي مصطفى بشير خد وقت طبعا لانه طبعا راجع من الاصابه، امبارح في لعيبه كتير شاركت وخدت مساحات كبيره، يعني برضو دي كانت نقطه ايجابيه، شايف ده ازاي امبارح في مباراه امبارح؟ بص طبعا يا كابتن هيثم، احنا بنتكلم على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي وكلنا اتربينا في النادي الاهلي وعارفين ان احنا الهدف بتاعنا كله تحقيق البطوله، فانا كنادي الاهلي لازم يبقى انا عندي ستاف واثنين وثلاثه، بحيث ان انا عارف يعني المفروض الكابتن عاصم هو عنده البلان بتاع البطولات دي كلها طول السنه، فعارف امتى هيعلى وامتى هينزل وامتى هيشارك اللعيبه ديت، وهو فعلا النادي الاهلي محتاج يبقى وراه لعيبه ثانيه عشان اللعيبه بتاعت يعني الاساسيين دول يقدروا يريحوا، فهو امبارح كابتن عاصم شارك اللعيبه ديت عشان يشوفها ويشوف مستواها ايه، عشان يقف اذا كان مين هيقعد ومين هيمشي ومين هيكمل معاه، واللعيبه دي هتنفع فعلا. احنا مش بنتكلم على المستوى المحلي بس، يعني النادي الاهلي دايما هدفه بطولات افريقيا وان هو يوصل لكاس عالم انديه، فاللعيبه دي هتقدر فعلا تشارك معاه في البطولات دي وهتدي، ولا هي اللعيبه دي هتبقى لعيبه محليين زي ما كلنا طبعا عارفين. صحيح. ان في لعيبه هيديني في افريقيا وفي لعيبه هتديني محلي، انا مش محتاج اللعيب اللي هتديني محلي، انا محتاج اللعيب ان هو يوصل معايا بطوله افريقيا ويحقق الهدف اللي انا عايزه،
صحيح. هي دي القصه طبعا، لان هو النادي الاهلي دلوقتي مش بيشارك بس بطولات محليه، لا افريقيا ابطال الدوري، افريقيا ابطال الكاس، السوبر، بطوله العالم الانديه. في كلام حضرتك نقطه مهمه جدا، ان انا ببص على اللاعب المواصفات الدوليه بس مش المواصفات المحليه، لان انا داخل كلام حضرتك نقطه اثرت نقطه مهمه جدا، لان هي فعلا انا راجل مش ببص بس على الاشتراكات المحليه، ولكن باصص كمان على الاشتراكات الدوليه، ان انا لازم يكون عندي لاعب من طراز معين. هو ده فعلا ده الهدف الاساسي، ان المفروض ان الكابتن عاصم يبص عليه، لان احنا المشاركات المحليه كلها يعني الحمد لله احنا عندنا نقدر نعديها، فانا القصه لازم يبقى عندي لعيب يقدر يشارك معايا في البطولات الافريقيه. صحيح. فده اللي المفروض الكابتن عاصم بيبص له، ان هو يعد اللعيب ليه. صحيح، وده يعني اكيد احنا شايفينه حتى بالبطولتين افريقيا وكاس السوبر اللي خدناه. يمكن امبارح كريم السعيد ما شاركش، محمد ابراهيم ما شاركش، تالي محمد ابو وارث برده ما شاركش، ابو وارث شارك، عمرو الايوبي شارك، السيد محمد شارك، لا السيد محمد ما شاركش بتهيألك، كان قاعد بره في على البنش. كان السيد محمد كان شارك، عندنا احمد عبد الرحمن عبد الحليم شارك بالظبط، اسلام ما شاركش، ابراهيم المصري ما شاركش، عمرو الوكيل ما شاركش، فايز ما شاركش، فايز نعيم ما شاركش، ايوه في عندنا مصطفى بشير لاعب، محمد علي كان ما شاركش، مصطفى كريم ما شاركش. طيب استاذ حضرتك نروح لكريم احمد في ارض الملعب، مراسلنا طبعا لقاء مع كابتن عاصم حماد، وارجع لحضراتكم. كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نهائي طبعا بطوله الدوري الاهلي والظهور هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، اكيد يمكن انجاز رائع بالنسبه لهذا الجيل زي ما قلنا، سوبر وكاس الكؤوس الافريقيه وابطال الدوري وايضا الدوري، بتمنى كمان الخماسيه لفريق النادي الاهلي، واكيد هيبقى معانا دلوقتي في هذه اللحظات الكابتن اشرف الفار نائب مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن اشرف طبعا في البدايه بنبارك لكم على الاداء وعلى المجهود، بالنسبه طبعا للنشاط الرياضي كان في تدعيمات رائعه خلت الفريق بهذا المستوى، بطوله السوبر وكاس الكؤوس والدوري وابطال افريقيا، شايف الانجاز ده ازاي وتحقيق النهارده بطوله الدوري مع اخر مباراه النهارده كابتن اشرف؟ الحمد لله، يمكن هنتكلم النهارده عن كره اليد بالذات، لان النهارده حفل تتويج الدرع العام. الحمد لله يمكن عملوا مجهود جامد الكابتن عاصم حماد، الكابتن محمد عادل معاه، الجهاز بالكامل اللي هو اسماعيل. الحمد لله ربنا وفق جهودهم من اول الموسم، تمارين صبح وبعد الظهر، معسكرات، بطولات، اشترك في اول بطوله وكسبها افريقيه، ثاني بطوله الافريقيه بطوله ابطال الكؤوس كسبها، كسب كاس السوبر من نادي الزمالك، حقق بطوله الدوري العام قبل نهايتها بجولتين، وان شاء الله وصل سيمي فاينل ان شاء الله خميس وجمعه جايين كاس مصر، وعندنا امل كبير ان شاء الله تبقى فرقه من الفرق الرياضيه اللي حققت العلامه الكامله الخمس بطولات بتاعتها. لما بكلمك على متابعتك الفتره اللي فاتت بالنسبه للفريق، البطولات كانت متلاحمه بشكل كبير جدا يا كابتن اشرف، طلعوا من الدوري على السوبر على بطوله كاس الكؤوس وعوده كمان من جديد لبطوله الدوري، ازاي كابتن عاصم وانتوا كجهاز، وانت خبره كبيره يا كابتن اشرف زي ما احنا عارفين، اللعيبه دي بتتعامل ازاي والجهاز الفني بيتعامل ازاي مع الامور دي؟ هو طبعا يعني هنقول ان كابتن عاصم حماد بيحمل العبء كله هو وجهازه، ان هو يخطط يطلع من قمه لقمه لقمه، امتى ينزل بالمستوى، امتى يريح لعيبته، طبعا مجهود جامد، بس الحمد لله يمكن عاصم من بدايه الموسم صمم ان ال 20 لاعب او ال 21 لاعب اللي معاه يبقوا ال 21 لعيب جاهزين في اي وقت في اي مكان، بحيث ان طبعا احنا كلاعبه عرضه للاصابه بكميه يعني يمكن التحامات الجامده مش في اي لعبه جماعيه. قدر ان هو يخلي في كل مكان واحد واثنين وثلاثه، قدر انه يعمل جوكر واثنين للفرقه، فالحمد لله يعني هو نجح بتقدير امتياز والنتيجه الحكم في الاخر. اخيرا لو باخد منك رساله وكلمه للابطال لمجلس الاداره للجهاز الفني على الاداء الرائع الفتره اللي فاتت والتتويج باربع بطولات وفي انتظار الخمسه ان شاء الله يا كابتن. طبعا احب اشكر اولا واخيرا مجلس الاداره على المجهود الكبير اللي عملوه ومتابعه كامله ليهم، تدعيمهم للفرق الرياضيه بشكل عام، فرق كره اليد بشكل خاص. اشكر عاصم السعداني انه اداني فرصه ان انا اكون موجود نائب مدير النشاط الرياضي، وفي نفس الوقت تدعيمه للفرقه والسبورت جامد ليه، خصوصا ان هو كان مدير فني منتخبات قوميه ونادي اهلي قبل كده وحايز على بطولات، فالسيستم بالنسبه لنا معروف والحمد لله. اشكر جمهور الاهلي اللي بيقف ورانا، يعني هو يمكن مصدر السعاده بتاعتنا، وكنا نتمنى انه يكون موجود، لكن ان شاء الله في احتفالات القادمه ان شاء الله. بشكرك كابتن اشرف. الله يخليك، ميرسي يا كابتن كريم. كل الشكر طبعا للكابتن اشرف الفار نائب مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، واكيد بنبارك لكل نجومنا، نجوم النادي الاهلي، ابطال افريقيا، ابطال السوبر، ابطال كاس الكؤوس الافريقيه، وابطال الدوري. يمكن دي كانت اجواءنا حتى هذه اللحظه، واكيد هنبقى مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد ومزيد من اللقاءات سواء مع الجهاز الفني او المسؤولين هنا في اعضاء مجلس الاداره او المسؤولين من الاتحاد المصري لكره اليد.
الزميل كريم احمد شكرا جزيلا. يعني لقاء مهم كابتن اشرف الفار طبعا نائب مدير النشاط الرياضي واحد اللاعبين ومدربي كره اليد في النادي الاهلي وكان مع الفريق الاول لكره اليد منذ فتره قريبه والراجل كان عن قرب ويمكن الحقيقه وصلح لي معلومه امبارح انا قلتها لحضراتكم ان احنا كنا 20 بطوله دوري فاز بيها النادي الاهلي كره اليد لا الحقيقه هم 21 بطوله. يمكن كابتن اشرف كان متابع يعني البرنامج امبارح وقال لي في بطوله 2011 2012 اللي شهدت احداث يعني سياسيه كانت البطوله اتلغت ولكن اتعمل بطوله ليها موازيه واللي حصل على البطوله دي كان النادي الاهلي واتحسبت في سجلات الاتحاد بطوله دوري عام. اذا النادي الاهلي هو بطل الدوري العام 21 بطوله والحقيقه انا امبارح قلت لحضراتكم يعني تواريخهم وكان نقلا عن طبعا صفحه يعني العاب الصالات صفحه يعني متابعه جدا لالعاب الصالات وكمان احصائياتها. الحقيقه كمان النهارده انا جبت لكم منها كمان احصائيه هم عاملينها جميله بس البطولات اللي دخلت في شهر ابريل بس البطولات اللي دخلت النادي الاهلي في شهر ابريل. يمكن شهر ابريل هو من احد الشهور السعيده في تاريخ الصالات في النادي الاهلي. الحقيقه لو خدنا لعبه كده كره اليد اربع بطولات السوبر الافريقي كاس الكؤوس الافريقيه دوري السوبر للسيدات بطوله الجمهوريه ناشئات 2000 الكره الطائره 6 بطولات الدوري المصري للسيدات بطوله الجمهوريه شباب 17 سنه بطوله الجمهوريه بنين 15 سنه بطوله الجمهوريه ناشئات 14 سنه بطوله الجمهوريه ناشئات 16 سنه بطوله الجمهوريه ناشئات 18 سنه. والحقيقه انا حابب اقول حاجه بمناسبه الكره الطائره اتحاد الطائره يعني بعت شكر وبعت زي اشاده مش شكر اشاده طبعا لان هو الحقيقه قطاع كره الطايره في النادي الاهلي السنه دي حقق انجازات كبيره جدا كان يجب عليها الاشاده. والحقيقه اتحاد كره الطايره اكيد طبعا هدفه في الاول والاخر هو يعني اسعاد يعني او نشر اللعبه فشاف طبعا ان النادي الاهلي حقق حاجه كبيره فكان لازم يشيد بيها. عندنا كره السله كاس مصر للسيدات بطوله الجمهوريه شباب عندنا طبعا تنس الطاوله الدوري المصري للرجال والدوري المصري للسيدات مجموع البطولات يبقى 16 بطوله في شهر ابريل. يعني احنا بنتكلم بس 16 بطوله انا بتهيالي يعني صعب جدا نلاقي نادي داخل مصر بيشارك بكم البطولات دي بدون اي دعم من الدوله. خلينا نقول الكلام ده كذا مره عشان الناس تعرف قد ايه النادي الاهلي قلعه كبيره جدا من قلاع الرياضه مش في مصر بس في الشرق الاوسط كله انه بيخش في كل البطولات دي في وقت واحد بدون دعم من الدوله بدون اي مشاكل بصرف كامل باللاعبين. طبعا احنا بنشوف لقطات طبعا احتفال فريق اليد بكاس السوبر الافريقي انا اسف كاس الكؤوس معلش الكاسين زي بعض من كتر الكاسات يا جماعه معلش اعذروني. فهو ده كاس الكؤوس الافريقيه او ابطال الكؤوس الكلام ده كان من اسبوع طبعا لحظات الفرحه بنحب دايما نشاركها مع حضراتكم تاني وهتتكرر النهارده بعد قليل باذن الرحمن ان شاء الله على بطوله الدوري. يعني احنا بنرجع تاني للبطولات يعني مجموعه من البطولات 16 بطوله في شهر ابريل فقط اذا هو ابريل السعيد على النادي الاهلي. وعلى فكره برضو احنا ان شاء الله بعد انتهاء الموسم اللي هينتهي بانتهاء منافسات كره اليد ان شاء الله الاسبوع الجاي ده كاس رجال تنس الطاوله برضو بعيدوا على حضراتكم برضو كانت لحظه التتويج النادي الاهلي على المركز الاول. النادي الاهلي كالعاده طبعا مركز المفضل هو في انديه كده دايما بيبقى ليها مركز مفضل النادي الاهلي مركزه المفضل طبعا المركز الاول ده تنس الطاوله محققين انجاز كبير يمكن السنه السابعه تقريبا على التوالي النادي الاهلي طبعا هتاكد لكم من السابعه او الثامنه يمكن بطل دوري تنس الطاوله واغلب لعيبه المنتخب طبعا من النادي الاهلي. فطبعا كؤوس كتيره كل ده في شهر ابريل يا جماعه يعني طبعا من تسارع الاحداث مش قادر نغطي طبعا كل شيء ولكن بعد نهايه الموسم احنا عندنا اللي لسه في منافسات دلوقتي ثلاث فرق الحقيقه فريق اليد زي ما احنا شايفين ان شاء الله يتوج النهارده بالدوري وعندنا يوم الخميس والجمعه الجايين قبل نهائي خلينا نقول قبل النهائي يوم الخميس ان شاء الله اذا ربنا وفقنا نوصل الفاينل الجمعه. في دي صور حيه من ارض الملعب يعني الفريق في مرحله الاطالات او الاسترتشات قبل المباراه على طول. في عندنا كمان منافسات كره السله رجال لسه شغاله هتخلص الاسبوع ده وفي عندنا منافسات كره السله سيدات الحقيقه لسه شغاله يعني عندنا يمكن 10 ايام كمان او اسبوع بالكثير وهيكون اسبوع 10 ايام بالكثير وهيكون الموسم انتهى واكيد طبعا هنستمر معاكم شهرين او ثلاثه عشان نحط الضوء على الانجازات اللي تمت خلال سنه وفي نفس الوقت هنغطي الاستعدادات كمان اللي ممكن تحصل يعني للفرق اكيد طبعا هيحصل دعم واكيد هيحصل يعني معسكرات اكيد طبعا هنغطيها لكم ولكن
بكرر تاني شهر ابريل نقلا عن صفحة العاب الصالات 16 بطولة العاب صالات دخلت النادي الاهلي. اذا ملوك الصالات ليست كلمة تقال ولكن هي حقيقة. ولا يا كابتن عبد الله؟ اه طبعا. ايه رأيك في الكلام ده؟ والله اللي حضرتك بتقوله كله صح. يعني النادي الاهلي تعاقب اجيال وتعاقب لاعبين كلهم بيحاولوا يحافظوا على الكيان دوت بحيث ان هم ما يخرجوش بره اللاين المفروض الاهلي ماشي عليه. صحيح. اللعيبه في النادي الاهلي غير اي نادي تاني. الفرق بينهم ان الاهلي ما بيلعبش غير على المركز الاول. يمكن في انديه تانية كتير بتحاول ان هي لو خدت مركز تاني او تالت بتبقى مبسوطه. صحيح. للمركز اللي هم تقدموه، لكن الاهلي اول بس، تاني زي عشر، تاني زي تالت زي رابع، مش فارقه، يروح المكسب. فده اللي بيبين روح اللعيب في الملعب، بيبين انتمائه للفانيلا الحمراء اللي لابسها. صحيح. فطبعا كل دوت ما بيحسوش غير اللي اتربى عليه. صحيح. كابتن سامح رايك ايه في الكلام ده؟ والله يا كابتن هيثم، يعني نفس الكلام اللي قاله كابتن عبد الله، ان احنا اصلا اتربينا في النادي الاهلي من صغرنا ان احنا بطوله، ما ينفعش النادي ان انت تلعب على تاني او تلعب على تالت، انت بتلعب على بطوله. فده اللي احنا اتربينا عليه من صغرنا، عشان كده لما بنطلع الدرجه الاولى بيبقى خلاص دي بالنسبه لنا الموضوع ده ما ينفعش ابقى تاني، ما ينفعش ابقى تالت، انا بلعب عشان هدف معين ان انا اجيب بطوله. فده بيتربى من في النادي الاهلي من واحنا ناشئين صغيرين في النادي الاهلي. صحيح. وكمان برضو يا كابتن، يعني الاداره سواء في النادي الاهلي يتعاقب الادارات، ده موضوع مخرج منه طبعا لانه بيحصل في اي حته في العالم، ولكن ايا كان الاداره اللي موجوده في النادي الاهلي، النادي الاهلي ماشي على خط واحد ولاين واحد. طبعا احنا بنحتفل بالايام دي، مش بنحتفل طبعا، هو مش احتفال، ولكن هي ذكرى وفاه طبعا العظيم كابتن صالح سليم، ذكرى ال 15 من 2002 طبعا، وهو طبعا كان بيسير على خطى معلمه واستاذه كابتن طبعا التتش، والاهلي فوق الجميع، والسياسه دي واضحه ومحطوط من اول يوم ان الاهلي فوق الجميع، وان الكل بيخش يمشي على هذا اللاين، ان اللي بيخش جوه النادي الاهلي لازم يمشي طبعا بيعلي مصلحه النادي الاهلي. هي ترسيخ للمبادئ يا كابتن هيثم. هي ترسيخ للمبادئ. صحيح. انا كنت بس عايز اذكر حاجه. فضل. بس بالنسبه لكابتن هادي رفعت، كنا عايزين نعزيه وفاه والده، هو برده يمكن ما لعبش امبارح والنهارده علشان الظروف اللي هو فيها، ربنا يسامحه. فاحنا كنا عايزين بس ايه نبعت له رساله عزاء بس عن طريق قناه طبعا، لان هو فعلا احنا امبارح طبعا قدمنا واجب العزاء، ولكن طبعا ده ما يمنعش ان حضرتك تقدم له واجب العزاء تاني. الحقيقه هادي لاعب راجل، والله يرحم والده، اكيد هو رب راجل، وان شاء الله ده دي سنه الحياه، وربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. هي الحقيقه يعني زي ما قلت لك، يعني الادارات بتتعاقب، ولكن يعني ذكرى كابتن صالح سليم بتفكرنا اكتر طبعا. ده كابتن صالح طبعا قدوه للاجيال كتير في تاريخ النادي الاهلي، وكان قبليه كابتن مرتجي الفريق، كابتن تيتش، كل دول طبعا علامات من علامات النادي الاهلي. فطبعا اي حد هيجي لازم هيمشي على نفس المنظومه ديت وعلى نفس المنوال اللي هم ماشيين عليه، بحيث ان هو يقدر يحقق للنادي الاهلي المجد بتاعه على مدار السنوات اللي جايه. صحيح. صحيح. يعني كابتن سامح، يمكن كابتن محمد عادل معايا هنا بعد ما خلصوا، يمكن دي لقطه او صوره للعظيم الراحل كابتن صالح سليم الله يرحمه. الغريب طبعا ان كابتن صالح، يمكن انا حابب بس يعني استطرد في هذا المكان او اقول حاجه معينه، يعني كابتن صالح يمكن اشاد بيه كل الناس. يعني كابتن صالح سليم من الشخصيات التي اجمع عليها ابناء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني، لان راجل كان صاحب مبادئ، صاحب قيم، رسخ هذا. يمكن يا كابتن سامح حضرتك كنت لاعب، وهو طبعا فتره في الفترات وهو كان رئيس النادي، يعني برضو كلمنا انت كنت شايف ده ازاي، حسيت ده ازاي، كابتن صالح كان دايما بيتعامل ازاي مع ابناء النادي الاهلي؟ هو بص يا كابتن هيثم، كابتن صالح كان يعني زي ما بنقول ان هو الهدف ان مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى تاني، النادي الاهلي يبقى اول. كان ده دايما هو ده اللي كان غرزه في لعيبه النادي الاهلي كلها من صغرهم، ان انت لازم تحقق الهدف ان انت تبقى اول، ما ينفعش تبقى تاني. وده الاجيال تعاقبت عليه زي ما احنا قلنا، سواء الاجيال كلاعيبه او مدربين او كادارات، ان خلاص عارفين ان حاطين بلان، ده يجي او ده يجي او ده يجي، اللي بيجي ماشي على البلان دوت، ان النادي الاهلي زي ما انت قلت فوق الجميع، ان النادي الاهلي لازم هو يبقى الطب، مع احترامي لبقيه الانديه، ده سيستم الاجيال كلها بتتعاقب عليه زي ما قلت، مدربين او لعيبه او ادارات. صحيح يا كابتن. وخلينا برضو نقول ان كان يعني النادي الاهلي كان نظام اداره
او كان نظام جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلفظ اي حد يمكن يعني بيخرج عن النص، اي حد هو فيه قواعد وقيم مزروعه جوه النادي الاهلي. القواعد والقيم دي من اول يعني اصغر موظف في النادي لاصغر لاعب لاكبر حد في النادي ماشي على هذا اللاين. الحقيقه كابتن صالح رسخ ده وقال كمان ان هو يعني ومواقف كتير لو عايزين نحكي عليها، لا دي عايزه حلقات وحلقات، ولكن هو الراجل كان هدفه الاساسي انه يربي جيل ويربي مجموعه تمسك النادي من بعده تمشي على نفس المبدا. وهو ده فعلا اللي حصل، ان في كوادر اللي هي كانت باديه مع كابتن صالح واللي طالعه يعني اللي هم كانوا بيبقوا تحت السن دايما طالعين، هم دول اللي مستمرين في ادارات النادي الاهلي لغايه دلوقتي، ودي الاجيال كلها اللي اتربت على ايد كابتن صالح وعلى مبادئ كابتن صالح. يعني اقول لحضرتك كمان، خليني على فكره مش جوه النادي الاهلي فقط، يعني انا اقول لحضرتك يعني كابتن محمود احمد علي رئيس الاتحاد المصري السابق لكره اليد ورئيس اللجنه الاولمبيه كان صديق شخصي للكابتن صالح سليم، والحقيقه يعني حدثنا كثيرا عنه لان انا كنت طبعا بحكم ان انا كنت لاعب كره سله، يعني كلمنا كثير عنه عن كابتن صالح وقال قد ايه اثر فيه وقد ايه هو كمان تاثر بشخصيه كابتن صالح، ان كابتن صالح كان من الشخصيات يعني كل ده طبعا يعني قرانا عنه وعرفناه انه كان دايما يعني ما بيسعاش ورا المنصب قد ما بيسعى ورا مصلحه النادي الاهلي. الحقيقه ما كانش ليه مكتب جوه النادي، اللي اعرفه عن كابتن صالح ما كانش ليه مكتب جوه النادي، كان بيقعد في مكتب مدير عام النادي لو في اوراق مهمه عايزه تطمدي، ما كانش بيسعى ابدا لده، كان قاعد دايما في الجنينه وسط الاعضاء، يعني تواضع في نفس الوقت بشكل محترم بشكل بيدي هيبه للنادي الاهلي. كابتن صالح جمع حاجات كتير واثر مش في نادي النادي الاهلي، اثر في كل اللي حواليه. هو طبعا انا كابتن هيثم كابتن صالح كان قدوه، يعني كابتن صالح كان في قدوه في حاجات كتيره كاداره وكشخصيه وكتواضع زي ما انت قلت، فده يعني الله يرحمه يعني ده كان يعني علامه من علامات النادي الاهلي وهتفضل علامه الناس كلها تحتذي بيها والناس كلها تسير على نفس النهج. الله يرحمه كابتن صالح سليم ويعني ويرحم من سبقه ان شاء الله، ودايما الاهلي فوق الجميع. يمكن الحقيقه ده خلينا دلوقتي تشكيل الفريقين قبل انطلاق المباراه، يمكن اروح لكابتن محمد عبد الله. كابتن تشكيل النادي الاهلي سريعا كده اخباره ايه؟ هيبقى موجود معانا ان شاء الله هيبقى محمود عاصم وعمر محسن وباهر بدراوي وعمر مصطفى واحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الوارث واحمد عبد السلام واحمد محمد سيد ومحمد علي وفي ابراهيم المصري ومحمد ابراهيم يمكن ومحمود فايز وكريم السعيد. يمكن كابتن عاصم حاول ان هو يبدا يدخل العناصر اللي هي ممكن يقدر يمرنها علشان المباراه الجايه، فبحس ان هم يقدروا يتكاتفوا مع بعض. كريم السعيد محمود فايز نعيم ما كانوش امبارح موجودين، في حوالي مثلا بتاع 5 ولا 6 ما كانوش موجودين امبارح، فدخل على اساس دخلهم قبل المباراه اللي هي بتاعت يوم الخميس. طب شايف ازاي يا كابتن بقى النهارده سامع برضو اشتراك اللاعبين دي، شايف ده ان شاء الله يعني بدا النهارده يمكن كابتن عاصم واحده واحده يمكن ممكن ما يشاركوش فترات طويله بس بيجهز الماتش قبل النهائي، شايف التشكيل ازاي؟ هو بص يا كابتن عاصم انا يعني ايه انا ليا وجهه نظر في اللي عامله كابتن عاصم، ان كابتن عاصم هي قصه من تواجد اللعيبه دي ما هياش يعني ان انا اساس عايز الاعب اللعيبه، لا صحيح. انا معايا ماتش بلعب ماتش الظهور مانيش عارف ظروف الماتش ايه، فكابتن عاصم وككيان كنادي اهلي او كمدرب نادي اهلي مش عايز اخسر الماتش او مش عايز اخلي شكل وحش في الماتش، فانا مخلي لعيبه بحيث لو الماتش ازم معايا ان انا اقدر ازق اللعيبه دي ان هي تساعد في الماتش، هي دي القصه كلها. لكن انا لا كلعيبه نادي اهلي لا انا مجهز اللعيبه كويس وعارف انا السيمي فاينل والفاينل بتاع الكاس هعمل فيه ايه، فمش هي القصه ان انا احط لعيب في ماتش، ما انا ممكن احط لعيب في ماتش يبقى عرضه للاصابه او عرضه لاي حاجه في ماتش مانيش محتاجه. صحيح. فكان هو حاطط اللعيبه دي لو اتزنق كابتن عاصم في الماتش يقدر اللعيبه دي تساعده. صحيح. ويمكن برضو شفنا محمد علي الجون برضو دخل في التشكيله يا كابتن. أيوة. يعني محمد ما كانش موجود امبارح. طب محمد عصام موجود يا كابتن ولا لا؟ لا محمد عصام مش موجود. مش موجود النهارده. يعني بيتهيألي برضه حصل تغييرات شويه يمكن. هو كابتن عصام بيحاول بقدر الامكان ان هو يوصل الامور بحيث ان هو برضه هيدي راحه للناس اللي هي برضه ما كانتش موجوده امبارح، بحيث ان هو يقدر يوفرها لو هو حب ان هو يخليه يشارك مثلا في جزء من المباراه او ان هو ممكن ما يشاركش خالص، ده هيتحدد على حسب سير المباراه. صحيح. وبيتهيألي برضه يعني بس يا كابتن خلينا نقول برضه يعني احتفاليه زي دي بطوله الدوري العام بدون جمهور، بيتهيألي كان يعني المفروض النهارده يعني بيتهيألي كان ممكن يسمح للجمهور خاصة
ان البطوله حسمت ان الجمهور يجي ويحتفل مع فريقه، رايك ايه؟ انا كان رايي بصراحه ان المباراه بتاعت النهارده تبقى امبارح ومباراه النهارده امبارح تبقى النهارده، بس هيبقى مش عارف، بس هو اصلا كان هيبقى ليها طعم شويه يعني. يمكن اصل اتحاد اللعبه بيحط الجدول، هو الجدول محطوط مسبقا يعني، بس انا بتكلم ان هو يعني ممكن حضرتك لو الجمهور كان هيبقى موجود كان هيبقى موجود بكثره اكتر. بس خد بالك ماتشات الاهلي والزمالك غالبا دايما ما تبقاش بجمهور يعني، حتى لو كانت مباراه النهارده وهكذا برضه مش ممكن كان عشان انا قصدي النهارده ليه؟ كانت هتبقى النهارده عشان ما فيش طرفين بينافسوا بعض، فممكن يبقى ده يشجع الاتحاد انه يدخل جمهور النادي الاهلي. هي كان اصل في من فتره كده بسيطه كان في مباراه في النادي الاهلي تقريبا، وكان وكان صحيح. جمهور دخل وعمل مشكله وبتاع، فممكن كان بس النهارده خد بالك كابتن، وانا بقول لحضرتك النهارده الظهور طبعا نادي كبير، هو مجرد النهارده كانوا هيعبروا عن نفسهم بس جمهور الاهلي ويحتفل مع الفرقه، يحتفل مع الفرقه وينبسط وبتاع، بس يمكن هو ما كانش فيها خوف يعني، يعني ما كانش فيه خوف النهارده من قلق امني او حاجه، بس بيتهيألي ده يعني ايه قرار يمكن جانبه التوفيق شويه، لان كان يمكن من حق جمهور النادي الاهلي يحتفل باللحظه دي، ولا شايف ازاي يا كابتن سامح؟ والله يا كابتن هيثم ان تواجد الجمهور بيدي روح للملعب طبعا، وبيدي روح للفرحه يعني، ما انا مش عارف يعني، انا مش عارف هو هنفضل كده لغايه امتى، هي دي القصه لازم نحلها يعني. عارف يا كابتن الموضوع ده هيتحل امتى؟ لما يتحل في الكوره الاول، يعني لما الجماهير تخش في ماتشات الكوره، لان للاسف ماتشات الكوره هي الاكثر تغطيه اعلاميه هي لو الجماهير بدات في كره القدم تخش، انا بقول لك هترجع تاني لالعاب الصالات. يا ريت احنا نتمنى دوت، لان فعلا طبعًا الجمهور بيدي نتمنى طبعا بيدي روح للرياضه عامه يعني. يعني النهارده وكمان النهارده كان يبقى حلو جدا الجمهور يخش، خاصه الجمهور في بطولات ما احتفلش فيه مع الفرقه يعني، بطوله كاس السوبر، كاس الكؤوس الافريقيه، ابطال الدوري كانت بره مصر، فالجمهور استنى في المطار، ولكن ما تبقاش حلاوتها زي ما تكون في الملعب. انا بيتهيألي النهارده كان محتاجين الجمهور يبقى موجود، لازم النهارده كان لازم يكون موجود عشان حتى اللعيبه تحس ان يعني تحس بالفرحه. اكيد، وخلي بالك كابتن برضو يعني اكبر دليل على كده كانت بطوله الباسكت، يمكن ما كانش في فرق منافسه مصريه مع في مشاركه في البطوله، فجمهور الاهلي دخل بكثافه ومن المدرجات، والبطوله بدت وخلصت من غير اي مشاكل. هو عامه جمهور بتاع اليد يعني مشاكله قليله يعني، هو ما فيش احتكاكات كتير مش زي الكوره. فيعني نتمنى ان هي الموضوع ده يتفتح للهاندبول والباسكت والطايره، يتمنى يعني. طب احنا بنتابع برضو اخبار سيدات السله، معلش يا جماعه برضو بلغوني تاني اخبار السله، سيدات بيلعبوا النهارده سموحه، يا ترى فريق الاعداد لو يقدر يقول طب ده خبر كويس جدا، فريق السيدات فاز على فريق سموحه طبعا في ضمن منافسات دوري السوبر 71 65 الف الف مبروك كابتن ايهاب الالفي واللاعبات اللي احتفلنا بيهم بفوز بكاس مصر هنا في الاستوديو. فاز النادي الاهلي الفريق الاول للسيدات على سموحه 71 65 الف الف مبروك، وان شاء الله اكيد عندهم مباراه بكره. طيب اعزائي المشاهدين، انا شايف خلاص الفريقين يا كباتن بيقروا الفاتحه، بيتهيألي احنا لازم نطلع للمباراه عشان نتابع احداث المباراه، واكيد هنتابع الاحتفاليه بدرع الدوري العام بعد المباراه. انتظرونا ما تروحوش بعيد، خليكم معانا عشان نحتفل ان شاء الله بفريق كره اليد. فإلى هناك. ألف مبروك تتويج النادي الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد موسم 2016-2017. الحقيقة النهاردة ليلة الكؤوس، قبل ما ننتقل مع حضراتكم عشان نتابع التغطية لاستلام الجوائز، وفعلا انتقلنا هو بالفعل لتتويج النهاردة ليلة الكؤوس لكرة اليد. الموضوع بس مش موضوع دوري الحقيقة، ثلاث كؤوس النهاردة بيستلمهم النادي الأهلي. الكأس الأول دوري المحترفين ويتسلمه كابتن الفريق كريم السعيد اللي كان مشرفنا امبارح، ويقوم بتسليمه الكابتن هشام نصر
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. الكأس الثاني دوري المرتبط 96-98 يتسلمه المدير الفني للفريق الأول الكابتن عاصم حماد، ويقوم بتسليمه الكابتن مصطفى شوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. الكأس الثالث درع التفوق العام، ويتسلمه الكابتن عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، ويقوم بتسليمه الكابتن خالد الديواني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. الحقيقة ألف ألف مبروك، ثلاث كؤوس يحصل عليهم النادي الأهلي نتيجة جهد وعرق وكفاح طوال الموسم، ودعم مستمر من مجلس إدارة ودعم مستمر من إدارة النشاط الرياضي. ألف ألف مبروك الحقيقة، يعني تضاف هذه الكؤوس إلى الكؤوس اللي أنا قلتها لحضراتكم في بداية البرنامج التي دخلت في شهر إبريل بس، يعني 3 و16 يبقى 19 كأس دخلوا خلال شهر إبريل وشهر مايو. الحقيقة ألف ألف مبروك. احنا بنشوف دلوقتي طبعا تسلم الميداليات للفريق الأول في المقصورة، مقصورة صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. الحقيقة شايفين طبعا الأستاذ مروان هشام عضو مجلس الإدارة والمتابع أو المسؤول عن الألعاب الجماعية أو ألعاب الصالات في مجلس الإدارة بيتواجد في المقصورة. الحقيقة لحظة جميلة، لحظة مهمة، زي ما شايفين حتى الكؤوس ثلاثة وليس كأس واحد بطولة الدوري. كابتن عاصم حماد مدير فني تسلم ميداليته، وزي ما احنا شايفين يعني فرحة كبيرة جدا على وشه. يعني الحقيقة ألف ألف مبروك، مجهود وتعب، وبتبقى دي لحظة التتويج. الحقيقة بتبقى أكبر مكافأة للفوز أو للتعب اللي أنت بتشوفه. ودرع الدوري احنا زمان شايفينه قدامنا، دلوقتي النادي الأهلي استلم الميداليات، وطبعا هيتباعا طبعا الكأس اللي بتسلمه كابتن عاصم حماد ده كأس المرتبط 96-98 طبعا، وبيسلمه الكابتن مصطفى شوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. ألف ألف مبروك كابتن عاصم، يمكن مرتبط 96-98 فاز به النادي الأهلي، وكابتن عاصم بيتسلمه طبعا كرئيس كمدير فني ورئيس الجهاز طبعا كابتن عاصم حماد. ألف ألف مبروك الكأس الأول، كأس المرتبط 96-98 تسلمه بالفعل الكابتن عاصم حماد، كأس جديد يدخل دولاب بطولات النادي الأهلي. مجهود كبير قاموا بيه كابتن يحيى يوسف المدير الفني 96 والكابتن صابر حسين المدير الفني ل 96. ودرع الدوري العام تسلموا بالفعل، الف الف مبروك كريم سعيد كابتن الفريق واكثر كابتن يعني حصل بطولات ورفع كؤوس ككابتن فريق للنادي الاهلي. الف الف مبروك، وسلموا له كابتن هشام نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. والحقيقة ده الكأس 21 زي ما قلت لحضراتكم، لأن كأس رقم 20 كان أو كان إحنا قلنا امبارح 20، لا هو ال 21 لأن حسبنا موسم 2011-2012 بعد التدقق من المعلومات. وكأس الشهداء اللي كان سنة 2011-2012. ألف ألف مبروك طبعا الدوري المحترفين، وزي ما إحنا شايفين ده درع التفوق العام، درع التفوق العام بتسلمه كابتن عاصم السعداني اللي على الشمال طبعا مدير النشاط الرياضي، وطبعا كان احد نجوم كره اليد ايضا. الف الف مبروك كاس درع التفوق العام، يعني النادي الاهلي ككره اليد متفوق درع التفوق العام على كل المراحل بالدرجه الاولى، وسلمه له الكابتن خالد الديواني نائب رئيس مجلس اداره اتحاد المصري لكره اليد. الف الف مبروك، ثلاث كؤوس، لحظه جميله الحقيقه. كره اليد عايشتنا لحظات جميله هذا الموسم، كاس السوبر، كاس ابطال افريقيا، كأس أبطال كؤوس أفريقيا، يعني الحقيقة بطولة الاتحاد، بطولة الشارقة، يعني لحظات جميلة جدا، عودتونا على المكسب. ألف ألف شكر كابتن عاصم حماد وكل اللاعبين. الحقيقة معانا كريم واضح إنه بيعمل لقاء مع كابتن عاصم حماد، هنروح للتقرير. كمان بطولة الدوري ولسه الكأس إن شاء الله، ومحققين كمان قبليها بطولات مهمة جدا في المرتبط أو في النادي الأهلي بشكل عام. حابب تقول على اللحظة المهمة دي ورافعينها أكتر من كأس النهاردة كابتن عاصم؟ عايز اقول لك ان اهم حاجه عايز اقولها ان قناه الاهلي وشها حلو عليا، فهي كانت معايا في افريقيا وكسبت السوبر افريقيا، ومعايا في الدوري، اتمنى ان شاء الله اكون معايا في الكاس ويفضل وشها حلو عليا ان شاء الله، واكيد طبعا وشها حلو عليا. شكر لرب العالمين. انا وفرقتي الحمد لله يعني اخلصنا في شغلنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ وبيكافئ كمان، وطول ما النيات سليمه الحمد لله، والحمد لله على الجو العام كله النيات سليمه فيه، الناس كلها عايزه تكسب وتمثل حاجه بالنسبه للنادي وتعبر عن الكلام ده. اتمنى ان الكلام ده يستمر ان شاء الله في الكاس، وان شاء الله يعني الفرحه كبيره ان شاء الله بمشيئه الرحمن، كما ان شاء الله بمشيئه الرحمن انافس على كاس مصر
واذا كان ربنا كاتب لي ان شاء الله انا وفريقي تبقى من نصيبي ان شاء الله. رساله الاول للكابتن عاصم السعداني ومجلس الاداره الكابتن عاصم حماد حبيب بيقول لي للكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي اللي اكيد كان فيه امور كتيره جدا صفقات وامور كتيره جدا ومجلس الاداره اللي وفر كل شيء. بص الكابتن عاصم السعداني ما هو غنى التعريف لان هو استاذي في اللعبه وانا اشتغلت معاه وياما اتعلمنا منه وكده. احنا تعبناه فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يعينه في مهمته مع بقيه الفرق ومعايا اكتر واكتر كمان من السنه الجايه ان شاء الله. ورسالة مجلس الإدارة بشكر كل مجلس الإدارة حقيقة ما تأخروش عن أي حاجة إحنا طلبناها ودايماً واقفين ورانا وكده. ومش عايز أقول لك يعني إذا كان مش عايز أذكر أسامي إنما طبعاً كابتن مروان هشام وهو معايا رئيس بعثة أستاذ عماد وحيد كابتن كامل زاهر باشمهندس يعني ما فيش حد أصلاً إلا ما بيبقى ورانا وكده. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن يعني النادي الأهلي يحافظ على الرونق اللي هو فيه بمكاسبه اللي هو فيها وهو ده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله. يا كابتن عاصم مستمرين اكيد معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان واكيد لحظات هامه جدا بالنسبه لرجال كره اليد بالنادي الاهلي وصوره تذكاريه رائعه يمكن تحمل كاس البطوله وكاس طبعا الدوري لكن اكيد هنبقى مستمرين معاكم في خلال لحظات كابتن هيثم السعيد مع نجوم فريق النادي الاهلي وايضا مجلس اداره النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل كريم احمد لقاء مهم الحقيقه مع كابتن عاصم حماد. كابتن عاصم حماد احنا اللي بنشكرك على يعني على ادخال الفرحه والبسمه على قلوبنا وعلى قلوب كل الجمهور النادي الاهلي. الحقيقه منظر الكؤوس ثلاث كؤوس النهارده دخلوا النادي الاهلي الف شكر كابتن عاصم ده الشكر لحضرتك كل اللاعبين. شكرا كريم السعيد شكرا محمد ابراهيم شكرا محمد عبد الوارث شكرا عمرو الاليوبي شكرا السيد محمد شكرا احمد عبد الرحمن شكرا اسلام حسن شكرا ابراهيم المصري شكرا عمرو الوكيل شكرا محمود فايز شكرا مصطفى بشير محمد علي مصطفى خليل محمود عاصم وهادي رفعت وممدوح طه وشكرا لكل من ساهم في هذا الانجاز. طبعا شكرا لاداره النشاط الرياضي شكرا مجلس الاداره الحقيقه فرحتونا. ثلاث كؤوس دخلوا النهارده النادي الاهلي خليني استعيدهم تاني مع حضراتكم كاس دوري المحترفين. طيب هنرجع نروح لكريم لقاء مهم مع كابتن عاصم السعداني فإلى كريم. الرياضي مجلس اداره النادي الاهلي حابب تقول ايه بعد الرباعيه وان شاء الله يوم الخميس او الجمعه ناخد الخماسيه باذن الله. ان شاء الله اولا ببارك للمجلس الاداره وببارك للجهاز واللاعبين بذلوا مجهود كبير جدا عملوا اللي عليهم كانوا يعني في عند حسن الظن. مجلس الاداره واحنا اشتغلنا ان احنا نوفر كل ما هو متاح لدينا ان احنا نمهد لهم الطريق وهم الحمد لله استعملوا ده يعني على اعلى مستوى فبنبارك لهم وبنقول لهم ان شاء الله الكاس وان شاء الله بطوله العالم املنا كبير في بطوله العالم. هدفنا ان احنا نوصل المباراه النهائيه ان شاء الله طموحنا معاهم بلا حدود ان شاء الله. عدد البطولات ده كابتن عاصم في التوقيت ضيق جدا بخبرتك الكبيره في الهاندبول ده يعني بيدل على ايه يعني ورا كل البطولات دي في الوقت القصير ده ايه وكابتن عاصم حماد برضو شايف يعني ادارته الفنيه الرائعه خلال البطولات اللي فاتت ازاي؟ كابتن عاصم حماد شهادتي انا هتبقى مجروحه فيه هو مدرب زي ما بيقولوا بقى اصبح خبير في اللعبه وهو دلوقتي يمكن انا بقول ان هو من المدربين الاوائل في مصر دلوقتي اللي في الفيلد يعني فانا شهادتي فيه مجروحه انما هو نظم ادار المباريات بشكل اكتر من رائع خبره عاليه جدا عرف ازاي يوظف لاعبته وازاي يدور الفرقه حاجه يعني زي ما بقول لك عشان اقولها عايز حلقات ان انا اقول هو ازاي ادار البطولات اللي فاتت وده مش جديد على الكابتن عاصم حماد طبعا والفرقه كانت كمان اللاعبين كانوا على قد مستوى في كل شيء خارج الملعب وداخل الملعب انتظاما سلوكا اداء كل حاجه فده النتيجه بتاعته لازم تبقى ان شاء الله النجاح يعني. الف مبروك كابتن عاصم. الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان كابتن كريم السعيد بالميداليه وبالكاس كنا عايزين السوبر وعايزين كل الكوس يا كابتن كريم لكن بنهنيكم وبنبارك لكم. انت اللي هتقول لي هم فين؟ والله بدور عليهم بقالي يومين مش لاقيهم. مبروك طبعا يا كابتن كريم اداء رائع يمكن كنا معاكم خطوه بخطوه على ما اعتقد من اول السوبر وكاس الكؤوس قدرتوا كمان تحققوا بطوله الدوري وقبليها ابطال افريقيا وفاضل لنا ان شاء الله زي ما وعدنا كل جمهور النادي الاهلي وزي ما انتم وعدتوا كاس مصر ان شاء الله. حابب تقول ايه في اللحظات المهمه دي وانتم بتتصوروا مع عدد كبير جدا من الكؤوس يا كابتن كريم؟ والله حابب اقول الحمد لله عمري قبل الموسم كنت عارف ان انا هحقق اي حاجه بس ما كنتش متخيل ان انا هحقق كل حاجه السنه دي. فرحان جدا وسعيد جدا باللعيبة وبشكر ربنا ان انا موجود في الجيل ده وككابتن فريق كمان بيبقى ليها ميزة مختلفة ان شاء الله. بنوعد الناس ان احنا لسه عندنا اسبوع على قبل نهاية كاس مصر هنقاتل ونطلع اقصى حاجة عندنا
عشان نكسب كاس مصر كمان ونعمل موسم تاريخي ما حصلش قبل كده في العاب الصالات كلها. يعني قول لي لو في رساله بتقولها للعيبه على الاداء الرجولي جدا ده، زي ما قلنا يمكن كان تلاحم كبير جدا للمباريات والبطولات، لكن ما فيش اصابات الحمد لله، ما فيش اجهاد ومحققين البطولات وبتفور كمان كابتن كريم. والله عايز اقول لهم حاجتين، اول حاجه عايز اشكرهم على الموسم اللي هم عملوه، على المجهود الكبير اللي عملوه الموسم ده. تاني حاجه عايز اقول لهم من بكره هننسى ان احنا خدنا اي بطوله السنه دي، وهنركز 100% كاس مصر كاننا ما خدناش ولا بطوله وكان الرصيد بتاعنا صفر السنه دي، ونبدا صفحه جديده من بكره ان شاء الله. الف مبروك كابتن كريم. الله يبارك فيك. اروح كمان لواحد من كباتن النادي الاهلي كابتن اسلام حسن. زي ما قلت لك بقى، ابو تريكه ومارادونا كره اليد بالنادي الاهلي. مبارك لك كابتن اسلام، اداء كان رائع متابعينكم زي ما انت عارف طبعا من بطوله السوبر حتى المباراه النهارده. مبروك بشكل كبير جدا، خلاص يمكن قدرتوا تحسموا الاربع بطولات، فاضل بطوله واحده ان شاء الله وتكمل الخماسيه. حابب تقول ايه في اللحظات المهمه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا اخر كرم بالاربع بطولات دي، خدنا كل حاجه السنه دي الحمد لله رب العالمين. فاضل بطوله، وبطوله مهمه جدا ما فيهاش استهتار، احنا مركزين فيها من اسبوع تقريبا، مركزين في بطوله الكاس. احنا الحمد لله حسمنا الدوري من بدري، فما كانش يهمنا المباريات دي. الحمد لله رب العالمين على المكسب، وان شاء الله نقدر نحقق الخماسيه السنه دي، ومبارك لجمهور النادي الاهلي كله. ده بيمثل لك يا كابتن اسلام تحقيق عدد البطولات ده بالنسبه لك؟ انا عارف انت كنت شاركت بطولات عالميه بشكل كبير مع المنتخب كمان، لكن البطولات دي في وقت قليل جدا، ده بيمثل لك ايه على المستوى الشخصي؟ والله هو كان طموح، والحمد لله رب العالمين بقى انجاز للفريق وتاريخ الفريق بيكتبه، ربنا يكرم ان شاء الله ونعمل تاريخ اكتر من كده ان شاء الله. مبروك عليك. شكرا، الله يبارك فيك. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد هيجي لنا كابتن محمد عادل المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن محمد بنبارك لك على المجهود وعلى الاداء، بطولات كبيره يمكن رفعتوا اسم النادي الاهلي في المغرب، ورفعتوا اسم النادي الاهلي هنا في بطوله الدوري. اللحظات دي زي ما بنقول بتمثل لك ايه كمدرب عام للنادي الاهلي؟ لا، بحمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا وفقنا وكرمنا في كل البطولات اللي احنا لعبناها. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمنا الاسبوع الجاي خميس وجمعه في الكاس، ونفوز ببطوله الكاس. بحققنا كل البطولات اللي لعبناها السنه دي. ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي واداره نشاط الرياضه في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كله، وان شاء الله بنوعدهم ان احنا برضك هنبذل قصارى جهدنا في الماتشين الجايين بتوع الكاس لغايه ما ربنا وفقنا باذن الله ونكسب المباراه باذن الله. خلاص يمكن الصفحه اتقفلت بعد الدقائق بالنسبه للمباراه دي، مباراه الكاس يعني شايفها ازاي اللي جايه، وهنواجه مين وامتى، وحطنا في اجواء بطوله الكاس يا كابتن محمد. يعني ان شاء الله عندنا ماتش قبل النهائي مع هليوبلس، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق. هنلعب الكسبان من سموحه وسبورتنج، ثلاث فرق الموجودين معانا في بطوله الكاس فرق محترمه جدا جدا، كلهم فيهم عدد كبير من اللعيبه الدوليين، لازم يتعمل لهم الاعداد المظبوط، لازم يتعمل لهم حسابهم مظبوط عشان ربنا يوفقنا. وده كان سر نجاحنا السنه دي، ان احنا كل الفرق بنعمل لها حساب وبنجهز لها كويس، فان شاء الله احنا النهارده الناس بتفرح ببطوله الدوري. هنقفل الصفحه، هنبتدي على طول بكره الاعداد بتاعنا ان شاء الله بتاع بطوله الكاس باذن الله. مبروك كابتن زول. شكرا كريم، ربنا يكرمك. باجو مش هينفع تعدي مني يا باجو. حبيبي يا كيمو، الف مبروك يا باجو. طبعا انت واحد من الرجاله، بنسميك كوماندوز انا في الفرقه بصراحه. من بطوله المغرب كان ادائكم على اعلى مستوى، بتحسموا النهارده بطوله الدوري وحاسمينها قبل كمان يعني نهايه الدوري باكتر من اسبوعين. شايف التحقيق الانجاز ده بالنسبه لكم ازاي؟ عدد البطولات ده بيمثلك ايه يا كابتن باجو؟ الحمد لله احنا من اول الموسم احنا ناويين على البطولات كلها، مركزين فيها. الدوري من اول الموسم الحمد لله احنا ابعد عني يا احمد. احنا من اول الدوري مركزين وماخدينها مرحله مرحله. حسمنا الدوري قبل ماتش الزمالك امبارح، ما كانش بالنسبه لنا اصلا شكل لنا اي اهميه، يعني كانوا بس مجرد الناس ما تتصابش وخلاص. تركيزنا دلوقتي خلاص، يعني ان شاء الله نخلص النهارده احتفالات وبكره نبدا في الكاس ان شاء الله. قول لي لو في رساله تقولها لكل اللعيبه. اسلام حسن هو بيعمل ايه اسلام معاك بس؟ قول لي لو في رساله عايز تقولها الاسلام، محمد ابراهيم، محمد عبد الرؤوف، اللعيبه الكبار دي كمان اللي شالت الفرقه بشكل كبير، حابب تقول لهم ايه؟ لا الفرقه كلها والله، انا ما ينفعش انسى حد، ما ينفعش انسى حد، ولا في الجهاز الفني ولا الجهاز الطبي ولا اللعيبه، الناس كلها رجاله والناس كلها عامله اللي عليها، وربنا يكملها على خير ان شاء الله. قول لي محمد علي. محمد علي ده حبيبنا ده. مبروك طبعا محمد، حارس مرمى النادي الاهلي المتالق بشكل كبير، اشتغل على نفسك يا محمد بشكل كبير بصراحه من خلال التدريبات بنتابعها من خلال المباريات. اللحظات دي بتمثل لك ايه؟ بطولات عديده في وقت قليل، بدات زي ما قلنا ببطوله السوبر وبتنتهي ببطوله الدوري. والله انا دي يمكن تاني سنه ليا في النادي الاهلي، بحقق فيها اربع بطولات، بالنسبه لي دي يعني حاجه في وقت قصير طبعا، دي حاجه كويسه جدا. يمكن انا ما حققتش التوتال، ما تيجي تقدموها انت. بحبك يا محمد. بس فانا بالنسبه لي يعني الصراحه الفتره دي من احسن فترات في حياتي في النادي الاهلي، فرقه كبيره، فرقه عظيمه، كلها ناس كويسه ولاعيبه على اعلى مستوى وجهاز على اعلى مستوى. الحمد لله السنه دي احنا كنا مركزين ان احنا
نحصد كتير من البطولات وربنا كرمنا الحمد لله ناقص بطوله هنشتغل عليها الاسبوع ده باذن الله، حتى احنا مش واخدين راحه وهنبدا من بكره تمرين. الحمد لله الواحد بيشتغل على نفسه بفضل ان معاه جروب يعني بيحبب الناس في الشغل، معاه اثنين حراس مرمى على اعلى مستوى يحببوك ان انت تشتغل، المنافسه الشريفه زي ما الناس بتقول، والحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله، والدنيا الجايه تبقى معانا احسن باذن الله. توفيق يا كابتن محمد، الف مبروك. مستمرين معاك واكيد ده كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد طبعا عايزين نختم بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن مروان هشام، وكمان هيبقى جنبيه كابتن خالد العوضي، مجهود كبير بالنسبه طبعا للكابتن مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي اشتغل بشكل كبير جدا على الصفقات الفتره اللي فاتت، لكن بنحييه وبنبارك له طبعا. كابتن مروان هشام طبعا بنحييك وبنبارك لك طبعا في البدايه، وبنقول لك الف مبروك طبعا. زي ما تابعنا كنا في المغرب بطوله السوبر، بطوله كاس الكؤوس، ابطال الدوري من قبليها كمان الدوري، وان شاء الله يعني الخماسيه ان شاء الله السنه دي. حابب تقولي للرجاله اللي حققوا انجاز كبير جدا يا كابتن مروان؟ مفيش والله كريم، مبروك، بقول لهم مبروك ليهم للعيبه والجهاز الفني، وما عنديش كلام تاني بقى اقوله، خلاص انا تعبت من كتر الكلام مع الفرقه دي. بس هم صراحه يعني ده كان هدفنا من الاول، ولحد دلوقتي احنا ماشيين كويس، بس برضو هنيجي من بكره هنقفل صفحه الدوري نفتح صفحه الكاس عشان خاطر الفرحه ما تبقاش زياده. خلاص خلصنا من الدوري، الكاس بقى يبتدي، ربنا يسهل بقى، فاضل ماتشين ويعملوا انجاز بقى ما اتعملش قبل كده، ربنا بقى يكرمهم ان شاء الله. لو بروح على المستوى الفني كابتن عاصم، الموسم ده على ما اعتقد شباب مع خبره عامل توليفه رائعه جدا، بينعكس عليك ازاي ده كعضو مجلس اداره؟ شايف مستقبل مع النادي الاهلي في الفرقه دي، والجيل ده بيمثلك ايه يا كابتن مروان؟ بص الجيل ده يعني انا بالنسبه لي الجيل ده هيقعد 3 4 سنين ان شاء الله، انا قلت كده قبل كده، ان الجيل ده احنا بنبني فريق، كابتن عاصم محمد، كابتن عاصم السعداني وانا معاهم بنبني فرقه تقعد 4 5 سنين نكسب بطولات، هي ده هو ده هدفنا. فكره بقى ان في ناس كبيره طبيعي، زي في ناس كبيره بتسلم ناس صغيره، خبرات بتتنقل، فتوليفه كابتن عاصم حماد قدر يتعامل معاها صراحه بخبره السنين بتاعته. فلا يعني ان شاء الله كمان من السنه الجايه ان شاء الله هيبقى في تدعيمات للفرقه دي برده، وربنا يكرمهم بقى ان شاء الله. مبروك ومبارك لك ان شاء الله في بطوله الكاس باذن الله. الله يبارك فيك يا كريم. كل الشكر طبعا للكابتن مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كان اداء رائع بصراحه خلال المباريات الماضيه، البطولات الماضيه. زي ما بنقول فاضل بطوله ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويحصد الخماسيه كما وعد كل جمهور النادي الاهلي. بعد طبعا انتهاء هذه المباراه ينتهي بطوله الدوري العام، ويحصد النادي الاهلي بطوله الدوري العام، وبكده كمان بتكون انتهت تكاليفنا هنا او نقلنا الخاص بالنسبه لمباراه الاهلي والزهور في اخر مباراه في بطوله الدوري العام. بنبارك للنادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي على تحقيق عدد من البطولات، وعوده ليك كابتن هيثم السعيد وكل ضيوفك الكرام. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا، لقاءات مهمه اختتمها طبعا مع استاذ مروان هشام عضو مجلس الاداره، وقد ايه التركيز باين، وقد المكسب ان شاء الله النهارده والتتويج والتفكير في الكاس. الحقيقه انا عايز اراجع مع الساده المشاهدين برضو، النادي الاهلي النهارده حصل على 3 كؤوس، وده بعيد وبكرر فيه، لان هما النهارده ما كانتش يعني ليله التتويج بالدوري فقط، ولكن دوري المحترفين ده الكاس الاول، وفي الكاس الثاني دوري المرتبط 96 و98، والكاس الثالث درع التفوق العام للنادي الاهلي. الحقيقه ارجع لضيوفي كمان في الاستوديو، الكابتن محمد عبد الله والكابتن سامح لبيب، احد او الاثنين كانوا نجوم النادي الاهلي السابقين. كابتن عبد محمد الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. على الجيل الكبير ده اقول ان دي حاجه طبعا ان شاء الله تحسب للجيل دوت، وباقي خطوه على الموسم دوت ويخلص ان شاء الله بنهايه الاسبوع دوت، يكللوا جهودهم بالمباراتين اللي جايين دولت، علشان مفيش حاجة تعكر صفو الفرحة اللي احنا فيها يعني. فالمفروض طالما عملنا التورتاية نكملها للآخر. صحيح. فإن شاء الله بإذن الله يكونوا عند حسن الظن، ويبدأوا يراجعوا حساباتهم بالنسبة للماتشين الجايين، ويبقى على أتم استعداد إن هم يخوضوا المباراتين الجايين دولت بأكثر قوة إن شاء الله، على أساس إن هم يخلوا بطولة 5 للنادي الأهلي. وطبعا دي هتحسب للجيل دوت، مش ممكن ما تحصلش تاني. اكيد اكيد، يمكن انجاز كبير. يا كابتن سامح حضرتك تقول ايه بعد هذا الانجاز؟ والله احنا قلنا يعني دي حاجه يعني ما حصلتش في النادي الاهلي قبل كده، وانا عايز اقول للعيبه والجهاز الفني ان احنا متشكرين على المجهود اللي انت عملتوه، بس خلاص النهارده صفحه اتقفلت، ونبتدي نركز بقى في ماتش الكاس عشان تبقوا فعلا عملتوا الانجاز اللي ما اتعملش في تاريخ النادي الاهلي. صحيح، وحضرتك شفت كمان حتى اللاعبين مستعدين
طيب الحقيقه هو يعني بيبلغني فريق اعداد ان في لقاءات، نروح للزميل كريم احمد في ارض الملعب، لقاءات مهمه ونرجع لحضراتكم تاني. الفتره اللي فاتت لكن ببارك لك بصراحه طبعا على الاداء الفتره اللي فاتت، مجهود كبير جدا، حابب تقول لي في الحظر. الله يبارك فيك يا كريم، مبروك لكل النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره واللعيبه والجهاز والنشاط الرياضي، مبروك لنا كلنا. الحمد لله فريق الهاندبول يعني عامل انجاز كبير جدا، انجاز تاريخي فعلا، ان 4 بطولات النهارده بيكملوا، ولو حسبنا واحده كمان يبقى 5 اللي هي بطوله كاس الاتحاد برضو. الحمد لله الهاندبول يعني قفل بطولات السنه، يا رب ربنا يكرمنا بعد اسبوع، وده دول الناس فعلا احنا قفلنا السيزون كله على خير يعني باذن الله. كده تقول ايه للولاد الرجاله، كل رجال النادي الاهلي ابطال سواء المرتبط او الدرجه الاولى، على الاداء الرائع الفتره دي؟ اقول لهم 1,000,000,000 مبروك ليكم، كلكم عالميين، كلكم رجاله كبار، ان شاء الله باذن الله المستقبل ليكوا يكملوا على كده، وكل سنه تبقى تاريخ، يعمل تاريخ باذن الله، وهم دول هيصنعوا تاريخ النادي الاهلي في الوقت الحالي. شكرا كابتن خالد. ميرسي يا كريم، الله يبارك. اكيد زي ما احنا شايفين طبعا، يمكن الفرحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، التقاط الصور التذكاريه طبعا حاجه رائعه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ومبارك لهم اكيد من جديد. ويمكن هنختم بقى مع الكابتن ابراهيم المصري، هنحاول نختم معاه كده وهو قبل ما يتصور بقى. كابتن ابراهيم المصري احد افراد نجوم النادي الاهلي، مبروك كابتن ابراهيم، طبعا عدد من البطولات رائع، مجهود كبير تحملته على نفسكم الفتره اللي فاتت. لعيب في النادي الاهلي يا جماعه، حابب تقول ايه طب كابتن ابراهيم؟ طبعا الف مبروك طبعا للنادي الاهلي كله، الف مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني والجماهير، والف مبروك ليكم برضو، عملتوا مجهود معانا رائع في المغرب، نشكركم عليه جدا. الحمد لله السنه دي كانت سنه مميزه جدا، قدرنا ان احنا نحسم دوري ابطال افريقيا، الابطال الدوري، ابطال الكؤوس، الدوري، وان شاء الله لسه في بطوله الكاس هنحاول نعمل عالميه. صباح الفل، بنحاول نعمل بنرجع عشان نرجع تركيز تاني، عشان نركز في الكاس الجاي. امبارح ارتحنا قدام الزمالك، ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الكاس عشان نقفلها خماسيه باذن الله. يا كابتن عاصم، الجهاز الفني الرائع اللي ادار مباريات على اعلى مستوى الفتره اللي فاتت، تقول لهم يا كابتن ابراهيم؟ طبعا بشكرهم جدا طبعا، كابتن عاصم عمل مجهود رائع جوه الملعب وبره الملعب، بيحب يعمل كل حاجه بنفسه تقريبا، مدرب مميز، بشكره جدا وبشكر بقيه اللعيبه. شكرا. اكيد هنروح للسيد محمد حارس مرمى للنادي الاهلي. كابتن سيد محمد، اكيد بارك لك على الاداء الرائع، على البطولات الجيده جدا في وقت قليل جدا، لحظات اكيد بتمثل لكم كتير جدا، عايز اسمع منك كابتن سيد. هو الحمد لله طبعا موسم اكثر من رائع، الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق 4 بطولات، واربع بطولات مهمين جدا، في برضو بطوله في النص اللي هي بطوله كاس الاتحاد، بطوله اللي هي التنشيطيه دي، بس دي مش محسوبه يعني، وان شاء الله يعني خلاص الجمعه الجايه، الخميس والجمعه الجايين نقدر نحقق الخماسيه ان شاء الله، والف مبروك. شكرا. شكرا، كل الشكر طبعا لكل نجوم النادي الاهلي، وعوده ليك كابتن هيثم السعيد في الاستوديو وكل ضيوفك الكرام. الف شكر الزميل كريم احمد، لقاءات مهمه، بنبقى سعيدين جدا لما بنشوف اللاعبين بهذا القدر من التركيز وهذا القدر من الاحساس بالمسؤوليه، هذا القدر من يعني 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 من النهم للبطولات، مش عايزين يقفوا عند حد معين، طموحاتهم ما لهاش حدود، واكيد احنا كلنا رايحين وراهم بطموحاتهم. كابتن سامح، احنا يعني كنا بنتكلم عن مباراه النهارده وبنتكلم عن الكاس وازاي بيحاولوا يقفلوا الصفحه عشان يبتدوا قبل النهائي بروح جديده. دي مهمه جدا طبعا ان كابتن عاصم يركز عليها هو وجهازه الفني، ان خلاص النهارده الصفحه اتقفلت، ونبتدي نركز بقى في الماتشين بتوع الكاس عشان ان شاء الله ربنا يكرم، ويبقى فعلا الجيل ده عمل حاجه ما اتعملتش في تاريخ النادي الاهلي. ويمكن عودونا يا كابتن على الحته دي، يعني ماتش السوبر الافريقي خلص، تاني يوم كان بطوله ابطال الكؤوس، اللعيبه اتنقلت من حاله لحاله ثانيه خالص ودخلوا في التركيز، يمكن هم عندهم خبره سابقه مع ازاي يعني يطلعوا من بطوله لبطوله في وقت ضيق. هو طبعا يا كريم، هم فعلا اللعيبه دي عندها خبره، وانا قلت لك من اول، انا متابع الفرقه دي من اول الموسم، ان اللعيبه مركزه ان هي هتعمل حاجه السنه دي، وان تعمل انجاز النادي الاهلي، والحمد لله مجهودهم ومجهود الجهاز الفني ومجهود اداره النادي ان فعلا تكلل بالنجاح، وان عملوا فعلا حاجه ما اتعملتش قبل كده في النادي الاهلي. ويمكن في حاجه برضو يا كابتن يعني حابين نحط عليها الضوء اكتر شويه، كاس الدرع عام، ترجع التفوق العام، يعني النادي الاهلي ككره يد سيدات ورجال وكل المراحل السنيه، تفوق عام دي برضو ظاهره لازم تدرس. هو طبعا السنه دي في طفره في جميع المراحل السنيه، ودي برضو بترجع زي ما قلت لك في اول حديثنا، ان دي منظومه، المنظومه الحمد لله كلها ماشيه في اتجاه واحد، والمنظومه كلها ماشيه لهدف واحد، عشان كده تحقق الانجازات دي. صحيح. يعني كابتن محمد، رايك ايه في الكلام ده، ان يعني درع التفوق العام النهارده النادي الاهلي بيحصل عليه يدل على تفوق عام كره اليد؟ انا كنا بنتكلم يا كابتن هيثم ان احنا ممكن نعد فريق لكذا موسم قدام، فاحنا ممكن نعمل خطه لكذا سنه قدام برضو، بحيث ان احنا نكسب الاعمار السنيه اللي في النادي الاهلي اللي ما كانتش متفوقه قبل كده،
ده ما بيجيش غير بالتخطيط، والتخطيط لازم يتحط عن طريق ناس فاهمة، وطالما المنظومة موجودة وفاهمين ان هم بيعدوا لاعبين وبيعدوا فرق عشان ترجع لمستوى النادي الاهلي من تاني، دي طبعا ده مجهود يشكر عليه مجلس الإدارة والنشاط الرياضي. وكمان يا كابتن خلي بالك، يعني كان ممكن زي فرق كتير او انديه كتير بتعمل على الاهتمام بالفريق الاول فقط، ولكن النادي الاهلي بصراحه يعني تفوقه مواليد 96 98، واكيد حضرتك كمدرب عام لمنتخب الشباب اكيد برضو يعني لامس ده، لان كل اللعيبه بيبقى فيه استراتيجيه. النادي الاهلي استراتيجيته مش ان هو باصص بس على الدرجه الاولى، لا عايز جميع الاعمار. هي بالنسبه للبطولات بتاعه الاعمار السنيه من المرتبط لحد فرقة 2003 تقريبا محطوط نفس السيستم اللي الاتحاد حاطه، بحيث ان هو يشرك اكبر عدد من اللاعبين، فكون ان موجود التخطيط دوت في الاتحاد فالنادي الاهلي بيحاول ان هو يوسع القاعدة علشان يلم اكبر عدد من اللاعبين، لان الفرماطه ديت في الاخر بتبقى للفريق الاول. طبعا ولا وغير كده لصالح المنتخبات. ما ده حاجه، وللنادي الاهلي برده حاجه ثانيه. طبيعي ان طبيعي. كله يصب في الاخر للفريق الاول. طبيعي. طيب يا كابتن برده حضرتك يعني شايف النادي الاهلي انهى الدوري العام كله بدون خساره غير خساره امبارح، طبعا وكان ليها ظروف معينه عدم اشراك 8 لاعبين للراحه والاستشفاء. حضرتك شايف ان تقريبا يمكن الموسم كله او جميع البطولات اللي دخلها النادي الاهلي هي الخساره بتاعت امبارح بس، دي يعني بتدل على حاجه يعني مهمه جدا، هو الاهتمام والتركيز، ولا شايف ايه يا كابتن؟ يعني الفريق بصراحه يعني على مستوى المسؤوليه، كابتن عاصم ماشي بتخطيط سليم جدا، العلاقه اللي بين اللاعبين والمدرب او الجهاز الفني كابتن محمد عادل وكابتن عاصم على اكمل وجه، كل واحد عارف حدود الشغل بتاعه سواء بره الملعب او جوه الملعب، دي بتخلق نوع من الطمانينه عند اللعيب وفي نفس الوقت الثقه بين اللعيب والمدرب. صحيح، وده كابتن عاصم بصراحه عمل الدور ده باقتدار. طب اعزائي المشاهدين الحقيقه لازم يطلع فاصل اعلاني سريع، ما تروحوش بعيد، انتظرونا النهارده احتفاليه كبيره مع كره اليد، وان شاء الله برضو نتكلم عن مباراه الكاس خميس وجمعه ان شاء الله، ما تروحوش بعيد. ألف مبروك طبعا، انتصارات وموسم استثنائي لألعاب الصالات وملوك الصالات في النادي الأهلي. الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إقامة حفل تكريم للفرق التي حصلت على بطولات قارية يوم 25/5، وأكيد طبعا قناة النادي الأهلي هنكون معاهم في هذا التكريم، لأن الحقيقة يستاهلوا سواء السلة سواء الطايرة سواء اليد، كل من حقق إنجاز على المستوى القاري على المستوى العالمي النادي الأهلي هيكرمه يوم 25/5، ودي طبعا لفته جميله جدا مجلس اداره، وده اللي اتعودنا عليه. حاجه ثانيه احب اقول، احنا ملوك الصالات هنا هدفنا الاساسي والرئيسي هو يعني ابراز بطولات النادي الاهلي وانجازاته الكبيره اللي بتتحقق، لانه احنا الانجازات دي اوقات كتير كانت بتحصل وبتحصل بشكل كبير، ولكن كانت محتاجه ان يتحط عليها الضوء. احنا هنا اساسا عشان نحط الضوء على هذه الانجازات ونعيش جمهور النادي الاهلي مع هذه الانجازات. احنا مش هدفنا ان احنا نضغط فعل ولا نوجه لحد اي حاجه، احنا بنتعامل باخلاق الكيان بمبادئ الكيان. النادي الاهلي بطولات كتيره بتتحقق في سنه اشاد بيها كل الناس واشاد بيها كل المراقبين ان انجازات في العاب الصالات مهمه
وانجازات ما حصلتش. ان شاء الله حتى كره اليد نفسها ان شاء الله ببطوله الكاس يا رب ليهم كل التوفيق الاسبوع اللي جاي الخميس والجمعه اذا ربنا كرمهم. هيبقى موسم استثنائي لم يحصل من قبل في نادي الاهلي. والحقيقه نادي الاهلي في الوقت ده ماشي على ثلاث محاور كبيره. يمكن المحور الاول هو فريق كره القدم طبعا، او الشعبيه الكبرى والجماهيريه على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيحاول بشتى الطرق يلبي متطلبات هذا الفريق كمجلس اداره، طبعا بيلبي طلبات هذا الفريق من صفقات، من دعم، من 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 معسكرات، من كل شيء. ده المحور الاول. المحور الثاني حقيقه العاب الصالات وكل الالعاب غير كره القدم واللي احنا بنغطيها هنا في برنامج ملوك الصالات. الحقيقه شافت طفره كبيره جدا في الميزانيه، شافت طفره كبيره جدا في الدعم. الدعم مش بس مالي، لا الدعم كمان مادي، الدعم معنوي. يمكن الحقيقه كان معانا الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره وقال ان حتى الفرق اللي طالبه تنظيم بطولات هنا هننظمها لها. يعني مثلا فريق كره الطايره للسيدات، النادي الاهلي بدا ياخد خطوات فعليه على ارض الواقع لاستضافه بطوله افريقيا للسيدات السنه الجايه ان شاء الله. اذا الدعم ما بيكونش مالي بس، الدعم ممكن يكون معنوي، يكون بالتنظيم البطولات اللي محتاجين ينظموها. الحقيقه المحور الثالث الانشاءات طبعا يعني حدث ولا حرج. ثلاث فروع بيحصل فيها انشاءات كبيره بدون توقف. فرع رابع بيتم التاسيس له في التجمع الخامس، وبالفعل كان الاستاذ كامل زاهر كان قال لنا على امين صندوق النادي الاهلي كان قال لنا ان تم التعاقد بالفعل ودفع جزء من المقدم لهذه الارض، وبدات المكاتب الاستشاريه تقدم رؤيتها لهذا الفرع. اذا ثلاث محاور النادي الاهلي بيتحرك فيهم خلال الفتره الحاليه، بالاضافه في الثلاث محاور دي حصل الحمد لله فائض في الميزانيه، وكل ده بيحصل بدون دعم من الدوله. لازم نحط هذه يعني الانجازات الكبيره يعني عليها الضوء. طبعا تاني بقرر ان في حفل تكريمي يوم 25/5 للفرق التي حصلت على البطولات القاريه. النهارده ارجع اللي طبعا الحدث الاهم النهارده وهو حصول كره اليد على ثلاث كؤوس مش كاس واحد. الحقيقه طبعا دوري المحترفين، دوري وكاس درع التفوق العام، وكاس دوري المرتبط 96 و98 الحقيقه ثلاث كؤوس كانت مهمين ودخلت دولاب النادي الاهلي طبعا المكتظ بالبطولات. ارجع لضيوفي تاني كابتن محمد عبد الله والكابتن سامح حبيب. كابتن سامح كنا بنتكلم قبل الفاصل طبعا على دعم الفريق والمستمر وطموحات الفريق اللي الفرقه نفسها موديه الناس اللي حواليها لطموح ابعد، شايف ده ازاي؟ والله يا كابتن هيثم احنا قلنا ان الفرقه دي عملت مجهود جامد السنه دي، والمجهود اللي اتعمل ده كله اكيد في وراه دعم من اداره النشاط الرياضي ودعم من اداره النادي. والدعم ده يعني زي ما بنقول ما هوش دعم مادي بس، ان الناس كلها واقفه جنب الفريق، ده دعم معنوي، والناس كلها حواليه، والناس كلها في البطولات بتسافر معاه، وقناه النادي الاهلي كمان مساهمه في الموضوع ده، لان قبل كده ما كانش فيه يعني كانت فيه بطولات وفي انجازات بس ما كانش حد يعرف عنها حاجه. صحيح. فقناه الاهلي ابرزت ان البطولات وابرزت الانجازات، بقى اللعيبه عندها طموح ان هي تلعب عشان تطلع في القناه وعشان الناس كلها تشوفها وعشان تحقق الهدف اللي هي عايزه توصله. صحيح يا كابتن. صحيح. يعني يمكن برضو يعني بيبقى احساس ثاني لاي فريق او اي مدير فني او اي لاعب حتى لما بيحس ان انجازه وتعبه الناس حاسه بيه كده. طبعا بالنسبه للالعاب اللي هي غير كره القدم كان طبعا صعب جدا الاول ان يحصل اذاعه المباريات او نبرز دور الفرق اللي بتحقق انجازات. بصراحه يمكن قناه النادي الاهلي بحكم ان بقت قناه خاصه وبتجيب المفروض يعني الانجازات بتاعت الفرق اللي هي بتحقق بطولات دي، طبعا بالنسبه للمدرب بتبقى حاجه كويسه جدا ان هي بتبرز فعلا المجهود اللي هو بيبذله طول السنه، وان الناس تعرف تتعرف على الحاجات اللي ممكن بتبان ان هي مثلا سهله وهو بيعاني منها طول الموسم. صحيح. بس خد بالك كابتن برضو الفرقه لما بتكسب بامانه بتعلي طموحات الناس اللي حواليها. يعني احنا بنشوف كابتن عاصم السعداني بيتكلم انه رايح مع الفرقه بطوله العالم عايز يعمل انجاز. يعني قصدي اقول الفرقه لما بتبقى واقفه على رجليها وبتروح للمكسب بتلاقي بتشد الناس طبعا، وبتساعد كمان ان يبقى في دعم اكبر للفريق. انت عايز الفرقه دي تظهر بالشكل كويس اللي تبرز فيه اسم النادي الاهلي. صحيح. فالنادي الاهلي مش طبعا صعب ان هو يبخل على فرقه زي فرقه النادي الاهلي طالعه تلعب كاس عالم، فايه الداعي ان انا اوديها معسكر واخليهم يحتكوا بفرق قويه بحيث ان هم نشيل من عندهم الرهبه بتاعت الماتشات الثقيله. صحيح. يعني انا لما اجي العب قدام برشلونه مثلا بطل اوروبا ولا اي فرقه من اوروبا انزل وانا مش قلقان. صحيح يا كابتن. دي المفروض نلعب عليها الفتره اللي جايه، ان احنا نحاول ان احنا
نبرز مجهودنا اللي احنا عملناه ده من خلال البطولات اللي هي اللي جايه اللي جايه. وكمان يا كابتن يعني احنا برضو كنا قلنا اول حلقه ان في 16 بطوله دخلوا في شهر ابريل ومايو، برضو ده نتيجه حصاد موسم كامل. ده رقم طبعا انا يعني كون ان هو يحصل في شهر دي حاجه كويسه جدا يعني في كل الالعاب، سوبر افريقي وكاس الكوس وسوبر سيدات وبطوله الجمهوريه ناشئين ودوري مصر الرجال، كره الطايره عاملين 6 بطولات وتنس الطاوله كمان خد بالك يا كابتن 3 بطولات. تنس الطاوله طبعا يعني حصولهم على الدوري جه في وقت كان فيه احداث كتير، ولكن احنا لغايه دلوقتي ان شاء الله ما احتفلناش بيهم وهنحتفل بيهم اكيد تنس الطاوله لان عملوا انجاز كبير دوري مصر الرجال والدوري المصري السيدات. فكون ان يحصل الانجاز ده كله في شهر بصراحه يعني ده الواحد يبقى سعيد من جواه. صح طبعا صح. اكيد طبعا وفي الوقت فما بالك بقى اما يحصل على مستوى الشهور صحيح. خلال الموسم يعني صحيح يا كابتن صحيح. في الوقت اللي احنا يعني عندنا احتكاكات دوليه كتير مع المنتخبات الفتره القادمه، فبنشوف النادي الاهلي بيبقى في الصداره من الانديه اللي داعمه طبعا. الحاجات دي طبعا بتسهل على مدربين المنتخبات كمان يعني لما يكون الفريق حاصل على بطوله مثلا في دوري او كاس وفي مجموعه كبيره مثلا من اللاعبين اللي هم حصلوا على البطوله دي بتساعدني انا كمدرب مثلا في المنتخب مثلا ان انا بوصل المعلومه سهله او ان هم يفهموني اسهل من اللعيبه اللي بتبقى في الانديه الثانيه اللي ممكن مثلا ما بتتعاملش مثلا في البطولات من الفرق المقدمة يعني. صحيح. لكن طبعا ككل مثلا طبعا احنا بنحاول نجتهد ان احنا نعمل اللي علينا، هم يعملوا اللي عليهم. فريق النادي غير فريق المنتخب، فكون ان لعيب يحصل مع النادي مثلا على بطولة دي تديله دافع ان هو يقدر يحقق حاجة مع المنتخب كمان. صحيح يا كابتن. يمكن برضو مش عارف كابتن سامح يشاركنا في هذا الكلام ان النادي الاهلي بيقدم هدايا كبيرة للمنتخبات بشكل اخراج كوادر، يعني احنا دايما بنتكلم مش كوادر بس لعيبه، كوادر مدربين وحضراتكم معايا النهارده، كوادر اداريه، كوادر طبيه حتى كمان بيقدمهم النادي الاهلي. شايف ده ازاي والنادي الاهلي بيقدم كل الهدايا دي لمنتخب مصر؟ كابتن هيثم، هو طول عمر النادي الاهلي يعني مفيش منتخب في جميع المراحل السنيه من اول الدرجه الاولى لغايه اخر منتخب بيتعمل تحت في اخر مرحله سنيه الا لما تلاقي فيه على الاقل عنصرين ثلاثه من النادي الاهلي موجودين في المنتخب. ده دليل ان النادي الاهلي بيفرخ لعيبه للمنتخبات، وان النادي الاهلي لما يبقى فرقه كلها قايمه وحققها بطولات ده يبقى دافع ان 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 المنتخبات تبقى تعمل نتائج احسن، وان يبقى بدعم المنتخبات بلعيبه احسن. فده يعني ده يشكر عليه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن ان في اتحادات خدت قرارات معينه، لان كان لو ثبت الموضوع ده كان هيبقى لعيبه المنتخب كلها هي لعيبه النادي الاهلي. يعني اتحاد السباحه خد قرار على ما اظن ان ما يبقاش في اي مرحله سنيه اكتر من 4 لاعبين من نادي واحد. القرار ده اتاخد عشان النادي الاهلي، لان هو لو ساب الموضوع مفتوح ارقام لعيبه النادي الاهلي السباحين النادي الاهلي هيكونوا هم المنتخب. ما هو ده الكلام اللي احنا متفقين عليه، ان دليل ان المنظومه كلها ماشيه صح وان المنظومه كلها ناجحه بدليل الكلام اللي انت بتقوله. صحيح صحيح. وفي الوقت اللي النادي الاهلي ما بياخدش دعم من الدوله، يعني برضو ده لازم نقول برضو عليه ونكرره، ان النادي الاهلي ده تشكر عليه طبعا اداره النادي الاهلي ان هي عامله الانجاز ده على مدار التاريخ. يعني بيتهيألي النادي الاهلي حتى كان من ضمن دستور النادي الاهلي اللي اتحط عليه ان هو يرعى الرياضه الوطنيه والاساس هو المنتخب في الاخر. هي دي طبعا حاجه بيشكر عليها اداره النادي الاهلي، وده برضو ده يعني بيدل ان احنا كلامنا اللي احنا بنتكلمه ان اداره النادي الاهلي بتدعم فرقه مثلا زي فرقه كره اليد، فانا بدعم عشان انت تاخد بطوله، طول ما انت واخد البطوله انا وراك، فاهم ازاي؟ وهبتدي ادعمك باللعيبه وهبتدي ادعمك بالفلوس اللي انت محتاجها عشان تحقق الانجاز اللي انا عايز اوصل له وهي بطوله العالم ان شاء الله. صحيح يا كابتن. وكمان برضو يعني في نقطه مهمه كان برضو لازم نحط عليها الضوء، حته ان اللعيبه برضو بيبقى منهم طلبه بيدرسوا منهم، يعني الموضوع ده النادي الاهلي بيقدره. يعني انا كان معايا فريق السيدات وفريق البنات كان منهم طلبه كتير ما شاء الله اغلبهم متفوقات، والنادي الاهلي حتى بيقف وراهم في حته التفوق الرياضي. شفنا فريق البنات بتاع الكره الطائره اغلبهم جامعات كبيره جدا وكليات عمليه صعبه، فاذا النادي الاهلي بس مش بيرعى الرياضه، لا ده بيرعى اللاعب في كل حاجه. طول عمر النادي الاهلي يا كابتن هيثم بيراعي الحته ديت في اللعيبه، وبتلاقي لعيبه بتحقق بطولات ولعيبه في كليات مميزه ولعيبه في وظائف مميزه، فدي ميزه في النادي الاهلي ان الروح دي موجوده، ان انا ببقى ماشي الناحيتين مع بعض، الرياضه مع التعليم، بحقق انجازي في الرياضه وفي نفس الوقت انا ما بهملش التعليم وببقى متفوق فيه وفي اماكن كويسه وفي حتت كويسه. صحيح كلام محترم. يعني كابتن محمد القدوه مهمه جدا والنادي الاهلي مليء بالقدوه طبعًا. يعني اي لاعب بيطلع بيبقى قدامه قدوه بيحاول يعني يحتذي بسيرها بيحتذي بخطاها،
النادي الاهلي مليء بالقدوات سواء الاداريه اللعيبه المدربين، شايف ده ازاي واثر ازاي في مشوار اللاعبين؟ والله يا كابتن هيثم النادي الاهلي اللعيب اللي بيحاول ان هو يعمل له انجاز ما بيحاولش ان هو يبخل عليه بشيء، بيحاول ان هو يقف جنبه ويحاول ان هو يحل له مشاكله، بيحاول ان هو يساعده، بيحاول ان هو يعمل له مستقبله مثلا في سواء مثلا في الشغل او كبعد الرياضه. فدي مش جديده على النادي الاهلي ان احنا يعني هو مش هيحسها برده غير اللعب في النادي الاهلي. صحيح. لان احنا طبعا برده يعني احنا استفدنا من الرياضه مع النادي الاهلي. اكيد طبعا. يعني سواء مثلا في عمل او في مجال التدريب او بتاع. النادي الاهلي واقف جنبينا واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب من النادي الاهلي، ما ينفعش نبعد عنه. صحيح. لان هو لولا النادي الاهلي ان هو واقف جنبنا احنا ما كناش هنبقى كده في الرياضه. صحيح. فاحنا بنحاول نعمل اللي علينا علشان برضو نساعده زي ما اكيد طبعا. هو النادي الاهلي يوم ما بيحتاج احد من ابنائه اكيد طبعا مفيش تردد، لان هو بص يا كابتن اي مكان بيعامل ولاده باحترام وبتقدير لازم هيلاقي المقابل. طبعا. النادي الاهلي جوه فيه مبادئ وقيم، يعني انا يمكن اكتر واحد اقدر اتكلم عن هذا الموضوع. يعني انا حركه طبعا كنت يعني بره النادي الاهلي طبعا، ولما انضميت للنادي الاهلي يعني يمكن حسيت فرق كبير جدا في التعامل، حسيت قد ايه الاحترام قد ايه. يمكن انا اول ما جيت النادي الاهلي اتصبت 8 شهور او 9 شهور، ما حدش في النادي الاهلي كله قال لي هتلعب امتى، في الوقت كانت الفرقه بتخسر وكان محتاج مجهودي، ما فيش حد في النادي الاهلي كله قال لي انت هتلعب امتى، ما حدش في النادي الاهلي كله قال لي يعني انا مضيت مع النادي الاهلي وسافرت اتصبت مع المنتخب. لما تلاقي مكان زي ده بيقدر مجهودك وبيقف جنبك وبيساعدك وفي نفس الوقت بيحترم كرامتك، الكرامه اللي هي اغلى شيء عند البني ادم وبيقدرك، اكيد طبعا رد الفعل. الحاجه الثانيه يا كابتن هيثم من اللي بتحسها برضو ان انت مثلا في النادي الاهلي وان هو يقف جنبك لو اللعيب لا قدر الله مثلا اتصاب بعيد عن النادي. صحيح. سواء في المنتخب او بره المنتخب وبعيد عن النادي خالص، لا النادي بيروح بيحاول ان هو يعالجه بعد كده يبص على المصاريف دي. صحيح. اخر حاجه. صحيح. يعني هو ما بيدورش ان انت مثلا اتصبت في المنتخب فروح اتعالج مع المنتخب، لا خالص، لا هو ده اللعيب بتاعي. فهي ديت الميزه بتاعت النادي الاهلي، تفرق جدا في نفسيه الواحد. لكن ممكن نادي تاني مثلا يقول لك لا طالما انت اتصبت مع المنتخب نادي المنتخب هو اللي يعالجك. صحيح صحيح. فدي بتحز في نفس اللعيب طبعا، فلما بيشوف كده رد الفعل بتاع النادي لا انا لازم اقف جنب ناديه. وشفنا الكلام ده مع مؤمن ابو العنين، وشفنا محمد عبد المنعم لاعب الطايره ومؤمن عبد المنعم لعيب الباسكت بالظبط، لما وطارق يعني الغنام قبل كده طبعا. لا ده على مدار انا بتكلم على الاخر يعني. أيه. لاعبين يعني ربنا ندعو الله لهم بالشفاء، يعني الاثنين دول اخر اثنين اتصابوا يمكن في الموسم. مؤمن فضل يعمل عمليه هنا في الوقت اللي النادي قال له انت هتروح تمرن علشان ما يقعدش فتره طويله. عشان ما يستناش التاشيره بالظبط، تأشيرة ألمانيا، فهو بيكسب وقت علشان بالزبط. يرجع يحاول يلعب او يلحق ماتشات. الحاجات دي بتفرق جدا مع نفسيه اللاعب طبعا طبعا طبعا، يعني بيحس ان هو كرامته موجوده، بيحس ان هو مقدر. يا كابتن حسن انت بتعامل بتحس ان انت لا واحد يعني انسان ادمي، النادي بيعاملك بادميه، دي في حد ذاتها يعني تخليك انت ممكن تبيع اي حاجه عشان خاطر النادي بتاعك. صحيح صحيح. الكرامه والاحساس بالذات اهم ما يميز النادي الاهلي. طيب اعزائي المشاهدين احنا معانا عبر الهاتف الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول للسيدات. الف الف مبروك النهارده الفوز على سموحه يا كابتن ايهاب. الله يبارك فيك يا كابتن عايز ربنا يخليك. يمكن انت كنت عامل حساب كبير لهذه المباراه امبارح، انت فزت على الجزيره والنهارده فزت على سموحه. الحقيقه يعني ماشي بخطه ثابته وانتوا وعدتوا بذلك وانتوا كنتوا معايا في الاستوديو بالاحتفال بالكاس، يعني شايف مباراه النهارده ازاي وشايف اللي جاي ازاي يا كابتن ايهاب؟ ولا انا بارك لكابتن محمد عبد الله وكابتن سامح، وبارك لكابتن عاصم حماد واسره كره الهاند بول في النادي، مبروك عليكم الدرع الحمد لله. بالنسبه لنا الحمد لله والله هيثم النهارده كانت مباراه يعني لعبنا اول كورترين كويس قوي صراحه، دفعنا كويس وجرينا وعملنا فاست بريك كويس، البنات كانوا مقدرين يعني اهميه المباراه، خلصنا كوارتر في الهاف تايم يعني خلصنا 20 بونت. بعد كده يعني حصل اصابتين كده ربنا يستر يعني. خير يا كابتن ايهاب، مين اللي اتصاب؟ خير انجي عادل جالها مد كده في الكتف، عملناها اشعه يعني كده بس اشعه تطلع، ودينا عمرو كابتن الفريق جالها سبرين. لا الف الف سلامه. طيب يعني طمنا عليهم حالتهم دلوقتي اخبارها ايه؟ والله انا لسه الاشعه تطلع بتاعت انجي كابتن هيثم، وان شاء الله دينا عمرو بس رايحين على الاوتيل دلوقتي،
هنطمن يعني ان شاء الله. و لا الف سلامه وبلغهم انكل يعني ربنا يستر يعني غالبا بكره الاثنين مش هيبقوا موجودين. الف سلامه يعني بلغهم تحياتنا من برنامج ملوك الصالات وان شاء الله يعني يعودوا للملاعب سريعا. طب كابتن ايهاب يعني بكره ماتش هليوبلس انت شايفه ازاي؟ والله احنا بناخد كل ماتش ماتش هيثم. احنا فرقه هليوبلس فرقه كويسه جدا عامله سنين كويسه قوي. فبالنسبه لنا خطوه ان شاء الله تقربنا كمان في مشوارنا يعني في الدوري. فربنا يكرمنا بكره ان شاء الله يا يعني بس البنات ان شاء الله يكونوا على يعني في قمه تركيزهم ان شاء الله. طب ايهاب يعني معلش عرف الناس برضو يعني ترتيب الدوري العام ماشي يعني فاضل لنا كام مباراه يعني عرف الناس برضو فرصه طيبه ان انت معانا عرف الناس الترتيب الفرق فاضل كام جوله على انتهاء الدوري. احنا عندنا 5 مباريات لعبنا مباراتين لعبنا كتير امبارح الحمد لله كسبنا النهارده سموحه كسبنا بكره عندنا هليوبلس بعد كده يوم الاثنين راحه الثلاث ان شاء الله نلعب الشمس والاربع ان شاء الله نلعب سبورتنج. الحمد لله احنا يعني متصدرين معانا سبورتنج احنا الاثنين 7 بونت والجزيره وهليوبلس والشمس بيتنافسوا مع سموحه على المراكز الثالث والسادس. طب هي دي دوره مجمعه واحده يا كابتن ايهاب ولا عندكم دورتين؟ عندنا دورتين يا كابتن عايشه. الدوره دي من 5 ليوم 10 الدوره الثانيه ان شاء الله في القاهره من يوم 15 ان شاء الله في نادي الشرقيه للدخان. اذا فاضل 8 مباريات على نهايه الدوري وبشكل كبير يعني قد تحسم البطوله قبل 8 مباريات. صعب بس المنافسه دايما بقول لك كده ما تعرفش مين يكسب. الفرق كلها قريبه من بعضيها مستويات قريبه فاتوقع ان الدوره الثانيه هي اللي هيكون فيها الحسم ان شاء الله يعني. كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول للسيدات شكرا جزيلا والف الف مبروك الفوز النهارده على سموحه بنتيجه 71-65. الحقيقه الف سلامه كمان لانجي عادل ودينا عمرو نتمنى لهم الشفاء او لهما الشفاء سريعا والعوده واللحاق بالفريق في طبعا المعترك الكبير. كابتن ايهاب الالفي طبعا بذكركم هو وطبعا فريق الاول للسيدات فاز بكاس مصر منذ تقريبا اسبوع احتفلنا بيهم هنا الحقيقه حاجه تشرف وكان عوده للبطولات من فتره طويله لفريق سيدات لكره السله. طبعا الناحيه الثانيه فريق سيدات اليد حصد تقريبا كل البطولات اللي دخلها طبعا بقياده الكابتن بيسا. طبعا الحقيقه برضو انجازات كبيره حققها فريق اليد للسيدات وكمان فريق اليد فريق السله فريق انا اسف فريق الطايره للسيدات حقق دوري وكاس وبطوله عربيه وان شاء الله يعني بيوعدونا كمان السنه الجايه هيحافظوا على الانجاز ده وهيزيد عليهم بطولة افريقيا. وشفنا طبعا الدكتور مهند مجدي بيحاول ان شاء الله واخد خطوات كمجلس الاداره استضافه بطولة افريقيا للسيدات ان شاء الله السنه الجايه في القاهره باذن الله. يعني كابتن محمد ارجع لك كنا احنا بنتكلم على اللاعب لما بيحس يمكن نشوف الاهتمام النهارده انجي عادل اتعورت ودينا عمرو فورا انجي بتتنقل اشعه ما استنوش عليها على طول ودوها تعمل اشعه فورا على اساس ان هم يطمنوا على الاصابه بتاعتها. يمكن الحاجات الصغيره دي بتفرق مع اللاعب او اللاعبه انه يحس انه قد ايه مهمه طبعا غير اما اروح البيت والاقي تليفون ممكن بكره ولا بعده لسه هروح المستشفى عشان اعمل اشعه بيبين النادي الاهلي خايف على مصلحتي زي ما انا خايف على مصلحه النادي بتاعي. صحيح يعني كابتن سامح اقول لحضرتك برضو حاجه مهمه يمكن اللاعب الانتماء اللي بيجي للنادي الاهلي الناس ساعات تقول لك لا ده انت مقفورها شويه يا عم ده بقى انت مقفورها كده ايه الحكايه انت لا مالك قوي مع النادي الاهلي. الانتماء ده ما بيجيش من فراغ الانتماء ده جه نتيجه اسلوب حياه اللاعب شافه جوه النادي الاهلي خلاه يطلع منتمي للنادي الاهلي. هو طبعا يا كابتن هيثم اللي ما عاش ولعب في النادي الاهلي ممكن يقول الكلام ده لكن اي حد لعب في النادي الاهلي وعاش جوه النادي الاهلي بيتطبع بالطبع اللي انت بتقوله ده دلوقتي. النادي الاهلي ده بيت يعني ده بيتك الثاني وممكن يكون بيتك الاولاني. احنا واحنا صغيرين كان ال 24 ساعه كنا بنقضي بينهم 12 ساعه 13 ساعه جوه النادي فخلاص انت خلاص بقى ده بيتك فعلا يعني انت النادي الاهلي ده انت متربي فيه وفي كل حته فيه ليك فيها ذكرى فاهم ازاي؟ صحيح فده بي 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 بينمي فيك الانتماء وحب النادي الاهلي وطريقه المعامله جوه النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي بره. اللي عاش جوه النادي الاهلي واللي لعب جوه النادي الاهلي يحس بالكلام ده. حقيقه يا كابتن يعني كلام محترم. طب اعزائي المشاهدين الحقيقه لازم يطلع فاصل اعلاني كمان وارجع لحضراتكم في استكمالنا طبعا للتغطيه الجميله وثلاث كؤوس يدخلوا النادي الاهلي النهارده من كره اليد ما تروحوش بعيد وانتظروا.
اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني انجازات السنه دي في ملوك الصالات انجازات يعني ما اتحققتش قبل كده كتير، يعني اربع بطولات او خمس بطولات، اربع بطولات قاريه او اكتر كمان، نقول اللي السله ما شاء الله، بطوله ابطال الدوري، اليد ابطال الدوري، طايره ابطال الدوري، اليد ابطال الكؤوس، كاس السوبر، خمس كاس السوبر يد، خمس بطولات قاريه الحقيقه تخش في موسم واحد، ده كان انجاز كبير جدا. واكيد الانجاز ده ما جاش نتيجه يعني تخطيط عشوائي او شغل عشوائي، لا، الواضح انه نتيجه انجازات شغاله وتخطيط شغال، حتى الموسم بينتهي دلوقتي والناس بتفكر في القادم. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع كابتن ايهاب الالفي، يمكن طبعا الف سلامه، انجي مصابه، انجي وكمان دينا عمرو، ربنا يا رب يشفيهم ان شاء الله. يعني بنتكلم حتى النادي الاهلي، لعيب لما بيتعور النادي الاهلي يعني بيكون واقف جنبه بكل يعني امكانياته، ان اللاعب، لان اللعيب وقت الاصابه يبقى في حاله ضعفه، بيبقى اللاعب حاسس انه ضعيف، فالنادي الاهلي بيقف جنبه وبيتكفل بكافه يعني اجراءات علاجه حتى يعود للملعب مره اخرى. وشفنا نماذج كتير جدا لده، والموضوع ده ما بيتغيرش بتعاقب المديرين الفنيين او مديرين النشاط الرياضي او ادارات النادي المتعاقبه، لا، ده نظام واحد وسيستم ثابت في النادي الاهلي. شفنا مؤمن ابو العينين، شفنا محمد عبد المنعم بيسافروا، محمد عبد المنعم سافر المانيا، مؤمن ابو العينين عمل عمليه هنا صليبي عشان يرجعوا باسرع وقت. النادي الاهلي ما بيدخرش اي مجهود. والحقيقه كمان عايز اكرر على حاجه، احنا في ملوك الصالات هنا هدفنا الاساسي هو وضع الضوء على انجازات النادي الاهلي. في ناس كتير جدا بتتكلم، لا، احنا جزء بنتعامل هنا بمبادئ النادي الاهلي، باخلاق النادي الاهلي، احنا بنركز مع فرقنا، مع شغلنا، مع النتائج اللي بتشرف النادي الاهلي في كل مكان. احنا مش هدفنا هنا التطاول على حد، ولا هدفنا كون بقى ان في حد بيحس ان النجاح ده بيقلقه او بيتعبه، الموضوع ده يعني متروك ليهم. احنا ما بنهاجمش حد، احنا ما بنقولش لحد انت وحش او حد انت كويس، احنا مركزين مع نفسنا، شغالين مع نفسنا، وبنحط الضوء على الانجازات. كون بقى ان في حد شايف ان النجاح ده يعني مش حلو او النجاح ده بيضايقه، فهي دي مشكلته وليست مشكلتنا احنا كملوك الصلاه. ارجع تاني طبعا لضيوفي كابتن محمد عبد الله والكابتن سامح لبيب. كابتن محمد، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على يمكن المنظومه داخل النادي الاهلي، يمكن هسال حضرتك سؤال، حضرتك كنت لاعب من الفتره اللي فاتت طبعا، نجم من نجوم النادي الاهلي، حضرتك حسيت في لحظه من اللحظات ان عمر النادي الاهلي سياسته اتغيرت؟ كان زمان حاجه ودلوقتي حاجه، ولا سياسات واضحه على مدار التاريخ؟ احنا كنا بنتكلم على الرموز بتاعه النادي الاهلي يا كابتن هيثم، فطالما الرموز ماشيه على لاين واحد لازم الاهلي يمشي على نفس اللاين. صحيح، ما ينفعش المنظومه تتغير. طالما الرموز عارفه ان في سيستم الاداره ماشيه عليه، يبقى لازم الاداره اللي بعديها واللي بعديها ونفس المجلس واللي بعديه واللي بعديه يمشوا على هذا المنوال. صحيح، فهو دوت الفرق بين النادي الاهلي وبين الانديه الثانيه. صحيح، ان السياسه ما بتتغيرش. صحيح. طب كابتن، يعني احب برضو ارجع تاني لبطوله كاس مصر اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس في صاله قناه السويس في الاسماعيليه، يعني عايزين نحط الضوء عليها برضو شويه، يعني فريق هليوبلس اخباره ايه؟ فريق الاهلي، يمكن احنا اتكلمنا طبعا قبل المباراه عن الماتش ده، ولكن يمكن في ناس ممكن ما تكونش تابعتنا، عايزين نحط الضوء على الماتش ده، يمكن النادي الاهلي شكله ايه؟ ايه مميزات نادي الاهلي، مميزات هليوبلس؟ يعني كلمنا فنيا عن المباراه. والله هو بالنسبه للماتشات اللي هي بتاع الكاس طبعا غير ماتشات الدوري، احنا قلنا قبل كده. فرقه هليوبلس من الفرق المميزه اللي فيها عناصر كويسه جدا وشبابيه، معاهم مدير فني على مستوى عالي جدا كابتن محمد الفي. اكيد طبعا. فماتشات الكاس بالنسبه لهم مش جديده عليهم، يعني هم اشتركوا في اكتر من بطوله في الادوار النهائيه، ويمكن في السنه اللي قبل اللي فاتت لعبوا الاهلي في النهائي والاهلي وهم كسبوا تقريبا، كسبوا كاس مصر من الاهلي. فالماتشات اللي هي بتاعت الكوز دي بتتسم بالملعب، بس هم كمان عندهم مفاتيح وعندهم حلول. هم عندهم طبعا حلول على اساس ان العناصر برضو كويسه عندهم، مدير فني قدير، وعندهم طبعا خط خلفي كويس، وفي يحيى الدرع عندهم كويس، وفي اكرم يسري في الوينج رايت، وعندهم حراس مرمى على مستوى عالي، موندي ومحمد اكرم، ففيهم كذا عنصر كويس. بس طبعا مش بالوفره اللي هي بتاعت النادي الاهلي.
بس المباراه هتبقى قويه. المباراه هتبقى قويه ما فيهاش كلام. ما فيهاش كلام. واكيد طبعا نادي هيروبليس بيستعد جيدا للمباراه. طبعا بس طبعا السياسه هتتغير بين المباراه بتاعت النهارده والمباراه اللي جايه. عن طريق من كابتن عاصم طبعا. مفيش هزار طبعا. بالنسبه للمباراه بتاعت النهارده طبعا في فرق كبير طبعا. احنا لو اتكلمنا عن المباراه بتاعت النهارده هنلاقي الاجنحه هي اللي خلصت المباراه. صحيح بكار يعني عندنا كريم السعيد ومحمود فايز ومصطفى بشير وباهر بدراوي يمكن جايبين 3 ارباع السكور ما شاء الله جايبين حوالي شفنا امبارح غير امبارح يمكن امبارح ما كانش فيه فاصل بريك بكثره يعني يمكن هو دوت اللي اثر مع النادي الاهلي شويه على اساس ان برده ممكن ما فيش العناصر اللي هي تقدر تخدم على الفاصل بريك تقدر تبني الهجمه يعني كان في اسلام حسن كان في عبد الوارث الشوط الاولاني كابتن عاصم حاول في كل شوط يلعب بتشكيل مختلف على اساس ان هو يدي يوزع حمل المباراه على اللعيبه وان كل واحد يلعب براحته بحيث ان هو ياخد برضو ايه الاحتكاك بتاع المباراه يعني استعدادا للمباراه اللي جايه عشان ما يبقاش في فتره ان اللعيب مريح فيها بدون احتكاك مباريات. صحيح. طب كابتن سامح شايف مباراه برضو هيوبليس ازاي ان شاء الله قبل النهائي يوم الخميس القادم ان شاء الله وشايف مباراه النهارده كانت ماشيه ازاي؟ بالنسبه لمباراه النهارده يعني احنا برضه احنا قلنا قبل المباراه ان فرقه الاهلي هي نازله هتلعب على قد المباراه وهي نازله مجهزه نفسها لمباريات الكاس. فرقه الزور انا شايفها النهارده برضه يعني طبعا الزور من الفرق اللي في المجموعه اللي تحت في السته اللي تحت فبرضه نازله الماتش بتاديه برضه مش قد كده ما فيش اي طموح ليها. فده لعب كل النهارده الاهلي كان بيدافع ويجري فاصل بريك هو ده كل اللي احنا شفناه في المباراه النهارده ما شفناش اي شكل هجوم منظم ما شفناش من الفرقتين يعني فكل اللعب باقل مجهود دفاع وهجوم فاصل بريك. صحيح. بالنسبه لمباراه هليوبلس انا برضه متحفظ على ان فرقه هليوبلس ان الفرقه اللي هي ما ينفعش تنهي الموسم من غير ما تعمل حاجه. الفرقه اللي ما فيهاش لعيب النجم بتلاقي دايما الفرقه كلها بتلعب لعب جماعي مع بعض هي فرقه يوبس بتتميز بكده ان كلهم طالعين مع بعض من تحت كلهم متعودين على بعض كلهم عندهم روح ان احنا نازلين النهارده عايزين نكسب يبقى لازم هنلعب عشان نكسب وفرقه ما بتقعش وفرقه بتاخدك الماتش بيتاخد واحده واحده بتقدر تفرق معاك في اخر 5 دقائق وفي اخر 10 دقائق بتقدر تفرق ان هي تعرف تكسب الماتش يعني بتسرق الماتش والكابتن الفي يعني بيعرف يعمل الحته دي كويس ان هو يفضل ممشيك واحده 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 وفي اخر الماتش يعرف يسرق منك الماتش فالماتش مش هيبقى سهل. يعني حضرتك يعني حابب تقول من كلامك ان الدافع النفسي عند هليوبلس ممكن يكون اكتر من الدافع النفسي عند النادي الاهلي، النادي الاهلي حصل على بطولات كتير عنده دافع نفسي انه يحصل على الخماسيه ولكن هليوبلس مش عايز يطلع من الموسم بدون بطوله، افهم من كده ان حضرتك الدافع النفسي عالي. دي قصه النقطه اللي انا فعلا عايز اوصل لها وان احنا بنحذر منها النادي الاهلي، ان النادي الاهلي واخد 4 بطولات فما ينفعش ان انا واخد 4 بطولات لازم افصل عشان احقق الانجاز اللي ما اتحققش قبل كده. لكن انا هنزل ولا حاط في دماغي ان انا واخد 4 بطولات مش هينفع مع نادي هليوبلس الكلام ده. يعني افهم من حضرتك ان هنشوف مباراه قويه. هتبقى مباراه قويه طبعا. طب حضرتك شايف يعني برضو يعني ان امبارح في ماتش الزمالك يمكن انا ما شفناش لعب سريع لينا زي النهارده، شفنا النهارده هجوم سريع كتير الاطراف زي ما كابتن محمد قال يعني شفنا لها النهارده يمكن هي الاغلب فترات خاصه في الهجوم، شفنا دفاع بيقابل بدري شويه، يعني بيتهيألي اللعيبه بدأ التركيز من النهارده حتى يبان المشاكل بتاعت امبارح ما شفناهاش النهارده. هي بالنسبه الماتش امبارح بتاع الزمالك ان ده اول ماتش يعتبر فيه ضغط نفسي على اللعيبه من ساعه ما رجعوا من بطوله افريقيا. فالماتش ده هو كابتن عاصم مش عايز كان يطور الموضوع دوت ان يبقى لما تبقى عندك ضغط نفسي وبتلعب على وفي لود عليك ان انت عايز تكسب ده ممكن يؤدي للاصابه. صحيح. كابتن عاصم مش عايز يوصل للمرحله دي عشان كده كان مريح اللعيبه واللعيبه نازله تلعب ريلاكس قوي الماتش مش فارق معاها فاهم ازاي؟ عشان ما يوصلش لحته ان انا يبقى عندي ضغط نفسي ان انا عايز اكسب وفي نفس الوقت يبقى انا عندي ضغط عصبي ان ماتش اهلي وزمالك. صحيح. فدي كابتن عاصم طلع ذكي فيها ان هو عدى المرحله ديت من غير اي خسائر. شفنا النهارده برضو الدفع ببعض اللاعبين اللي ريحوا امبارح اسلام بس اسلام ما شاركش في اللقاء بيتهيألي وفي المصري النهارده شارك برضو محمد ابراهيم كان تقريبا في القائمه وما شاركش. موجود لا موجود بس موجود في القائمه معنى كده انه برضو يعني بدا من النهارده يمكن بيدخل اللعيبه شويه في تركيز المباراه. ده بيدعم الكلام اللي انا بقوله بقى ان لازم النهارده بقى الماتش خفيف فمش هيحصل فيه اصابات من اللعيبه ما بتلعبش تحت ضغط. فيدي اللعيبه احساس الماتش بحيث ان انا يبقى عندي الفتره اللي جايه الاربع خمس ايام يكون اللعيب بتاعي خد احساس الماتش اعرف اجهزه بعد كده ان انا العب ماتش خميس وجمعه ان شاء الله. صحيح. طب كابتن محمد يمكن حضرتك
كمدير كمدرب عام لفريق الشباب ان شاء الله هتخدوا يعني منافسات كاس العالم قريبا، ليه احنا ما عندناش في الدوري المصري ككره يد كؤوس يعني للاعبين؟ ما فيش احسن لاعب، ما فيش مثلا احسن حارس مرمى، ليه ما بنعملش الكلام ده؟ هي ممكن على مستوى الدوري هتبقى صعب شويه، لان صعب ان انت تخلي اللعيب يعيش حاله مستقره مثلا فتره طويله، لكن هي بتبقى مجمعه في البطولات اللي هي مثلا بتاع كاس العالم على اساس ان هي برضو زي نظام الكؤوس. ممكن تتعمل في كاس مصر. لا انا قصدي اقول ايه يا كابتن، بس هي ممكن تبقى استفتاء، ممكن تمشي باي طريقه، ممكن طريقه الاستفتاء، ممكن تمشي بطريقه الاحصائيات، ان انا راجل يبقى ودي برضه من ناحيه يعني اقدر، مش لازم اقول احسن لاعب يا سيدي، احسن لاعب دي بتبقى عايزه احصائيات، ممكن اجيب اشوف الهداف، ممكن اشوف احسن حارس مرمى، ممكن اشوف احسن جناح باك ليفت باك رايت وينج ليفت وينج رايت احسن هاف. هي ممكن وبرضه ممكن تدي دافع للاعيب في كل مركز، يعني ان هو يعمل اللي عليه بحيث ان هو يظهر بمظهر مشرف في الموسم كله. يعني مصر من احد الدول الكبيره في كره اليد افريقيا وعالميا كمان، حتى في اسوا حالاتنا بناخد المركز ال 11 12 عالميا، فدوله كبيره من الدول كره اليد. ازاي ما عندناش حاجه زي كده؟ يعني احنا يمكن حد من الاتحاد يكون بيتفرج علينا، يا ريت يفكر. يا ريت والله تبقى حاجه كويسه، يعني لو حصل استفتاء زي دوت او ان هي تحط نظام زي النظام دوت، لان هتلاقي برضو في الدوري الاسباني هتلاقي محطوط الكلام دوت، الدوري الفرنسي هتلاقي محطوط الكلام دوت، فده برضو بيخلق نوع من المنافسه بين اللاعبين في مركز واحد. صحيح يا كابتن، فهتلاقي كل واحد بيدور على ان هو يبقى الاحسن. صحيح. علشان يخدم وفي الاخر يخدم المنتخب. بالظبط. وخلي بالك يا كابتن، دلوقتي الرياضه بقت علم، يعني الرياضه بقت ارقام، الرياضه بقت يعني احصائيات. احصائيات. فانا دلوقتي انا كاتحاد مصري لكره اليد او اي اتحاد موجود، لازم انا كراجل يعني متابع، انا دلوقتي عايز اعرف اللاعب بتاعي بيعمل ايه مثلا في الدوري الاسباني، هعرف يعني دلوقتي احنا لو دخلنا على الدوري الفرنسي ده نعرف زين بيعمل ايه. هتعرف زين حتى نفسه، هتعرف هو عامل ايه في الدوري، لعب ماتشات ايه، جاب جوان ايه، عمل ايه. دلوقتي احنا اي حد بيخش على المواقع الاتحادات عندنا للاسف الموضوع ده احنا فقره جدا فيه، ولازم الوزاره نفسها تتبنى ده، او اللجنه الاولمبيه، خلي الوزاره بعيد شويه، اللجنه الاولمبيه لازم هي تجبر الاتحادات ان المواقع تكون فيها كل الاحصائيات للاعب. ده المفروض يحصل بصراحه، يعني هو مش حاجه وحشه ان يحصل يكون الكلام دوت موجود، بالعكس ده هيساعد المدربين واللاعبين على حاجات كتير ممكن خلال الموسم كمان. صحيح. يعني كابتن سامح، يمكن ساعات بنشوف لاعبين بياخدوا مبالغ لا يستحقوها، يعني بنتكلم ده بامانه، بس مجرد ان اللعيب ده نجم بيعرف يعني يسوق نفسه في الملعب، انما الارقام ما بتكذبش. يعني لما باجي اجيب لاعب اجنبي اول حاجه بسال عليها ارقامك، اخر احصائياتك ليك في الدوري اللي انت جاي منه. احنا محتاجين حاجه زي كده. هي طبعا كابتن هيثم الموضوع دوت يقدر يعني انت لو الموضوع ده عندك هتعرف تقيم اللعيبه كويس، هتعرف حتى في انتقالات اللعيبه وبتاع واشتري لعيبه والكلام ده كله، هيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل. مش هينفع انا لعيبه اجيبه احطه وانا لسه ما شفتوش، بالعكس انت هيجي لك سيديهات ليه، وهيجي لك مواقفه، وهيجي لك تحليلاته ونسب تصويبه ونسب دفاعه وتحركاته كلها. صحيح. الحاجات دي هتسهل لك الموضوع ده في شراء اللعيبه وانتقالات اللعيبه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في دول عربيه سبقتنك في الموضوع ده، وفي دول افريقيه كمان، تونس بدات تحط على المواقع بتاعتها، مواقع الرياضيه، مواقع الاتحادات الرياضيه بدات تحط احصائيات لاعبتها. يعني انا دلوقتي النهارده النادي الاهلي عايز يشتري لاعب، اللاعب ده بشوف احصائيه لاعب مصري مثلا من اي نادي، لو احصائياته موجوده انا بقيم اللاعب، لا والله انا عندي خلل في التصويب بره التسعة متر، عندي خلل في التصويب مش عارف ايه، يعني من المسافات بجيب اللعيب ده، هو حط مثلا 20 30 جون في الموسم من الدايره، ببقى عارف انا بجيب ايه. فالموضوع الاحصائيات ده بقى في منتهى الخطوره انه ما بقاش موجود على المواقع. هي دي مشكله طبعا، مشكله الناس كلها شغاله بالقصه دي، مش عارف احنا ليه بعيد عن الموضوع ده. يعني الموضوع ده مهم قوي للمنتخبات كمان، يعني صحيح، يعني ده بيخدم منتخبات جامد يعني. صحيح. فالموضوع ده لازم نهتم بيه كويس يعني. صحيح. اقول لحضرتك اكتر من كده يا كابتن محمد، يعني الراجل كان معانا هنا الراجل الاسباني خوان اورينجا المدير الفني لمنتخب الباسكت، والراجل كان اصطدم بمشكله كبيره اول ما جه، كان عايز سوفت وير، سوفت وير بيبقى موجود على اللابتوب بيقدر يقطع حركه اللاعبين، الاداء الحركي للاعبين. فوجئ ان احنا ما عندناش السوفت وير ده، يعني فوجئ. وطبعا الاتحاد جابه بعد كده، ولكن فوجئ تونس عندها السوفت وير ده. انا كابتن هيثم المفروض انا كمدرب المفروض اما اجي اعرف اللعيبه بتاعتي اعرفهم على فرقه هلاعبها، او ان انا مثلا اعمل سكاوتنج على فرقه هلاعبها، مش المفروض ان انا اعرض لهم المباراه كلها عشان افرجهم. صحيح. لا ده انا هعمل شوت مثلا المباراه كلها واقطع لهم الهجمات اللي انا عايز افسرها لهم، او ان انا اخليهم يشوفوها، بحيث ان انا يعني لا اخلي اللعيب يمل وهو قاعد بيتفرج،
وفي نفس الوقت انا هتكلم في المفيد على طول. السلام عليك. كلام انا ممكن مثلا من خلال المباراه مثلا طول ما المباراه شغاله اللعيب مثلا ممكن واحد يهمس همسه مع واحد واحد بيتكلم مع واحد فمش هيبان انما حاجه مركزه انا هتكلم طبعا. فيه لكن لما يكون بقطع من الهجمات بتاعتي وبتكلم مثلا على الشوط اللي انا هعمله فهتلاقي اللعيب منتبه لي وقاعد مثلا المباراه اللي هي مثلا ساعه و10 دقايق ولا ساعه و20 دقيقه لا انا ممكن توصل مثلا في الاخر ربع ساعه وشكرا. انت عارف يا كابتن يعني حتى الكوتش اخوان مع الباسكت جاب السوفت وير ده وبدا يقطع الماتشات لدرجه ان مثلا بيلعبوا فرقه بيحلل الاداء الحركي اللاعب اللي هو بيقول عليه اخطر لاعب هناك الاداء الحركي بيخش من ناحيه اليمين بيخش من ناحيه الشمال اللاعب بيشوف فيديو لا يتعدى دقيقتين ونقل الخبرات دي للمساعدين بتوعه يعني قصدي اقول ان الموضوع بقى علم. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا في المنتخبات شغالين كده. طب يعني ده كويس كمان في الانديه في كده برضه يعني بدا التقطيع ده يحصل احنا شغالين عندكم السوفت وير ده وعندكم الحاجه دي احنا شغالين من كاس العالم في البرازيل شغالين والاتحاد فيه محلل فني بيعمل حاجه الشغل ده وبيتحط ارقام يعني هل انت كجهاز بتمشي مثلا سي انت قاعد دلوقتي مع المنتخب الفتره دي جه جهاز فني استلم منك المسؤوليه بتسلم له الداتا دي ولا مفيش سلم تسلم للحاجات دي؟ لا ده لو المحلل دوت بيبقى قاعد على طول سواء مثلا تناوب الاجهزه وتتغير الراجل دوت موجود لو هو مشي هيجيبه ما يفيد واحد مكانه يعني بس انا قصدي اقول ان يعني لكن الشغل موجود موجود في الاتحاد الشغل موجود يا سلام بقى لو ده انضم اليه كمان الاحصائيات تتحط على موقع الاتحاد يعني كلام جميل جدا حضرتك اسعدتني جدا لما قلت لي كده لا موجود يعني اسعدتني جدا لما قلت لي ان فعلا بدانا نفكر بهذا نظام الاحمال موجود المحلل موجود الشغل بتاع الاحتكاكات اللي هي بتاعت المباريات اللي انت عايز تتعرف عليها حتى كمان موجود المراسلات موجود لو انت مثلا عايز تتعرف على دورات معينه بنبعت مراسلات لبلاد معينه عشان بتعرف نعرف الدوره دي امتى والدوره دي امتى كل ده ازاي وكل ده كلام جميل جدا ويا ريت الكلام ده يعني يبقى وتنفذ في الانديه ومنهم كمان في النادي الاهلي فيه في الكلام في ده لا لا عارف النادي الاهلي طبعا بينا بس هي الفكره كلها انه بيبقى جميل كمان الكلام ده حلو جدا بيسهل على المدرب كتير بيسهل على المدرب طبعا والكلام ده حتى لما بتيجي تستلم المهمه من مدرب سابق ليك او حاجه بتبقى عارف انت ممكن ما تتعاملش مع المدرب صحيح. انت ممكن تتعامل مع الحاجات دي على طول الحاجات دي على طول بتبقى محفوظه نسخه منها لان ممكن بيبقى في حساسيات بين المدرب والمدرب وبتاعه كمان المدرب ممكن مش بيبقى فدي موجوده في المكتبه مثلا بتاعه النادي او المكتبه بتاعه الجهاز في النادي فانا باجي اتعرف عليها واشوف اللي انا عايزه ايه وخليه كمان جميل لو اقترن كمان بوضع الاحصائيات على موقع الاتحاد هتبقى اجمل طبعا. يعني هتبقى جميله جدا حتى يعني زوار المواقع هتزيد المتابعه العالميه للدوري بتاعنا هتزيد لان هو يعني بالذات في كره اليد احنا نعتبر من الدول الكبيره بس هي الحاجه طبعا اللافته للنظر اللي حضرتك اثرتها دلوقتي حته الاستفتاءات بتاعت احسن مركز واحسن حارس مثلا احسن مدرب صحيح الكلام ده كله لو موجود يبقى حاجه كويسه هتبقى كويسه جدا وكمان كابتن سامح رايك ايه في الموضوع ده يعني بيبقى في احسن لاعب هيبقى في كومبيتيشن لما اقول ان اللاعب ده احسن لعيب في مصر يبقى بالارقام والاحصائيات مش مجرد لقب ممكن نمشيها بالاستفتاء احسن لاعب بلاش نقول بالارقام لان هيبقى صعب ليه ما اجبرش الفرق ان يبقى السكاوتنج بتاع كل ماتش يتسلم نسخه منه للاتحاد عشان اقدر منه اقدر احدد ليه ما بعتش الاتحاد ماتش كل يعني سكاوتر كل ماتش يعني في افكار كتير نقدر بيها نحط الاحصائيات دي والله يا كابتن حسام ان الحاجات دي كمان هتعلي مستوى اللعبه وهتعلي تقييمك انت في التقييم العالمي هتعليك وهتخلي كل لعيب هيبقى عارف ده ايه ده مين احسن لاعب مين احسن حارس مرمى مين نسبته ايه ما مش هتبقى بالكلام صحيح. مش هجيب انا حد اقعد اقول له لا انقي لي واحد احسن لاعب لا الاحصائيات هتبقى موجوده وان انا اي وقت اخش على الداتا بتاع الاتحاد اعرف اجيب ده عمل ايه وده سوى ايه ده الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا والكلام ده احنا متاخرين فيه قوي صحيح يا ريت اللجنه الاولمبيه يا رب يتبنوا هذا الموضوع ويعمموه على كل الاتحاد اعزائي المشاهدين طبعا احنا وصلنا لنهايه طبعا فقرتنا النهارده في ملوك الصالات وتغطيتنا لمباراه الاهلي والزهور واللي انتهت بفوز النادي الاهلي وتتويج وبطوله الدوري العام يمكن ثلاث كؤوس دخلوا النهارده النادي الاهلي الف الف مبروك يا رب يعني يكتر انتصاراتنا وافراحنا واخر فقرتي طبعا يعني لا يساني غير ان اشكر ضيوفي اللي شرفوني في الاستوديو كابتن محمد عبد الله احد نجوم النادي الاهلي طبعا السابقين ومدرب عام منتخب الشباب لكره اليد شكرا جزيلا الله يخليك كابتن حسن متشكرين جدا متشكرك اهلا بيك يا كابتن وكمان بشكر ضيفنا كابتن ياسر لبيب كابتن سامح لبيب انا اسف احد يعني نجوم النادي الاهلي في كره اليد واللي شرفنا النهارده في الاستوديو التحليلي واثر الاستوديو التحليلي طبعا بوجوده
معنا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن ياسر. شكرا كابتن. ربنا يخليك. وان شاء الله يعني نقابل بعض دايما في البطوله ان شاء الله. ربنا يخليك يا شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. انتظرونا طبعا في تغطياتنا المستمره. تابعونا على صفحتنا وعلى الاكونت بتاعنا على تويتر وعلى فيسبوك. هتعرفوا امتى مواعيدنا وامتى تغطياتنا. وان شاء الله اكيد هنتقابل يوم الخميس الجاي في تغطياتنا لقبل نهائي كاس مصر لكره اليد النادي الاهلي والهلال. شكرا جزيلا على متابعه حضراتكم والف الف مبروك والى لقاء اخر ان شاء الله. شكرا جزيلا.